بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وسهرة مهمة في حوار خاص. لعب النادي الأهلي وارتداء الفانيلا الحمراء حلم كبير لكل لاعب موهوب. على مدار تاريخ الأهلي الطويل في لعيبة تمسكت بالحلم، بذلت الجهد والعرق والإصرار علشان تحقق حلمها. من اللعيبة دي ضفنا النهاردة اللاعب الموهوب طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي الجديد اللي تألق في نادي المقاولين العرب، إن شاء الله اللي بنتنبأ له بمستقبل كبير في الكرة المصرية. أول صفقة من صفقات النادي الأهلي في الموسم الجديد. هنتكلم مع طاهر وهنسأله أسئلة كتير وكواليس كتير. سر تمسكه بالنادي الأهلي، سر عشقه للنادي الأهلي منذ الصغر، طموحاته خلال الفترة اللي جاية. كمان هنسأله أسئلة كتير عن شخصيات مهمة أثرت في مشواره. مع طاهر محمد طاهر وأول حوار خاص على قناة الأهلي. كابتن طاهر، في البداية بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وبنقول لك ألف مبروك الانضمام للنادي الأهلي، وكمان ظهورك معانا يعني بتيشيرت النادي الأهلي. الله يبارك فيك طبعا يا كابتن أسامة، يعني لو قعدت للصبح أوصف لحضرتك مدى الشعور اللي أنا حاسس بيه دلوقتي. طبعا يعني حاسس إن أنا في بيتي، يعني أنا النادي الأهلي من وأنا صغير كان حلم أكيد إن أنا أبقى متواجد فيه في يوم من الأيام، والحمد لله الحلم ده اتحقق لما مضيت على العقود وكل حاجه خلصت ما بين الناديين. وطبعا ظهوري بالقميص لاول مره، يعني لسه طبعا لسه الماتشات بقى، ولسه يعني ده الظهور الحقيقي بقى ان شاء الله اللي انا مستنيه يعني في يوم من الايام. الحمد لله، يعني منذ اللحظه الاولى والاعلان عن طاهر محمد طاهر الانضمام لنادي الاهلي، يعني في سعاده كبيره ما بين الجماهير. عايزين نعرف بقى المفاوضات تمت ازاي، مين اول واحد كلم طاهر علشان يقول له يعني عايزينك في النادي الاهلي؟ والله يا كابتن من كذا سنه يعني كان في مفاوضات تمت معايا وتمت مع النادي حتى السنه اللي فاتت بالذات، والموضوع كان خلاص شبه يعني قريب، بس في حصل خلافات كده بسيطه. وساعتها يعني الموضوع كان التركيز كله ان انا ادي موسم كويس مع المقاولين، وانهي يعني انا كنت يعني حابب ان انا اعمل حاجه مع المقاولين، وده اللي احنا شغالين عليه السنه دي. يعني من ساعه ما كابتن عماد جه مسك فاحنا يعني مركزين قوي على ان احنا ناخد مركز كويس يعني لعبنا افريقيا. فهي الفتره بتاعت الكورونا لما الدوري وقف حصل اتصال من امير، امير توفيق، مدير التعاقدات. كابتن امير هو اول حد اتصل بيا، وبس من خلاله قعدنا نتكلم كذا مرة أنا وهو، وهو كان عارف رغبتي من أول يوم، يعني كان عارف أن أنا عايز أنضم للنادي الأهلي، وده اللي سهل الموضوع حتى في المقاولين، يعني لما عرفوا أن أنا في رغبة وأن أنا حابب أن أنا أكمل الموسم مع المقاولين والموسم الجاي أبدأ مع النادي الأهلي، هم الحمد لله يعني سمعوا لي وما وقفوش في طريقي، ودي حاجة طبعا بشكرهم عليها، يعني مهندس محمد عادل ومهندس محسن صلاح، يعني غير طبعا كابتن عماد وكابتن علاء وكابتن رامي، كل دول ناس يعني ساعدوني بشكل كبير جدا. بس طبعا يعني رئيس النادي وباشمهندس محمد عادل هم اللي يعني ساعدوني بشكل كبير جدا. بتقول ان كان من كذا سنه والسنه اللي فاتت كان في مفاوضات مع طاهر من النادي الاهلي، والمفاوضات وقفت شويه او الدنيا ما مشيتش، ما كنتش خايف برضو المفاوضات دي ممكن يحصل زي السنين اللي فاتت؟ ما كانش عندك تخوف وانت يعني طموحك وحلمك من زمان انك تكون موجود في النادي الاهلي؟ والله لا يا كابتن، يعني انا السنه دي بالذات ما كنتش قلقان خالص. يعني السنين اللي فاتت كان في يعني قلق كده شويه، وكنت عارف ان الموضوع يعني ممكن يبقى في حاجه ما تمشيهوش، بس لا المره دي يعني الموضوع كان يعني من اول يوم وانا كنت عارف انه هيطول شويه، ان الموضوع مش هيخلص في يوم وليله. بس كنت واثق يعني ان الاداره بتاعت النادي وكابتن عماد وكل الناس اللي موجوده في النادي المقاولين يعني هتساعدني ان انا انتقل للنادي الاهلي. ابرز الكواليس والاسرار بقى اللي دارت في المكالمه ما بين الكابتن امير توفيق وما بين الكابتن طاهر. هو كابتن امير اول مكالمه خالص يعني كان هي دي كانت اطول مكالمه، يعني كان بيشرح لي التفاصيل كلها. ومن التفاصيل انه كان بيقول لي ان مستر فايلر هو كان يعني طالب ان انا اكون متواجد معاه، طالبك بالاسم. كان في كذا اسم مترشح وهو يعني فضل ان انا اكون من الاسامي اللي هو على اول الليسته بتاعته. فدي حاجه طبعا يعني كانت بسطاني جدا، وحاجه يعني حسستني بقد ايه ان لما يكون في برده مدرب هو الطالب ان انا اكون متواجد معاه في نادي كبير زي النادي الاهلي،
فدي كانت يعني مدياني دفعه كبيره جدا ان انا يعني اكون متواجد في النادي باسرع وقت، يعني لو على الاقل اكون متواجد في الفتره بتاعت مستر فايلر دي اكيد هتساعدني، اللي هو الراجل واثق فيا دي اكيد حاجه هتساعدني جدا لما اجي اخش النادي واخش وسط الفرقه وبس. وهي دي يعني ابرز التفاصيل، يعني ان كان مستر فايلر هو اللي كان طالب ان انا اكون متواجد معاه. اول جمله واول كلمه قلتها للامير توفيق بقى اول ما دارت المكالمه ما بينكم؟ والله اول حاجه انا كان ساعتها ما كنتش يعني وقت لما كورونا بدات والدنيا وقفت انا ما كنتش لسه حسبتها، يعني هو كان كلمني في وقت انا كنتش لسه عارف انا عايز اعمل ايه. وكان لسه يعني باب الاهلي كان لسه ما اتفتحش عليا ولا كان حد كلمني. فلما كابتن امير كلمني اول مره كانت لسه ما فيش اي، يعني انا ما كانش عندي ساعتها اي رد، بس انا جوه مخي كنت لما قال لي جمله بتاعت مستر فايلر كان عايزك وهو اللي طالبك، ده اللي شجعك اكتر؟ ده اللي شجعني اكتر طبعا، يعني غير الرغبه اللي انا يعني من وانا صغير كان نفسي العب في الاهلي، بس دي اللي ادتني الدافع ان انا لا يعني انا الموضوع كده كبير والموضوع كده يعني رسمي. ف ده يعني ده اللي حمسني جامد يعني. ففي تاني مكالمه يعني انا اللي كلمته قلت له انا الرغبه موجوده خلاص انا عايز اكون في النادي الاهلي. انت النهارده وانت بتسجل معانا يعني اول حوار ليك على شاشه قناه النادي الاهلي يعني ظاهر بتيشرت النادي الاهلي، يعني عايز اعرف احساسك وشعورك ايه النهارده؟ لا طبعا يعني شعور يعني مش دي يعني انا كنت بلبس تيشرت نادي الاهلي من وانا صغير بس كمعجب يعني ما كنتش لابسها كلعيب. فطبعا لما كنت لابسها دلوقتي كلاعب الموضوع مختلف يعني تماما، يعني انا حاسس دلوقتي بالمسؤوليه اللي انا يعني انا دلوقتي مش في الملعب بس انا لابسها دلوقتي وانا حاسس ان انا في مسؤوليه كبيره قوي عليا. ويعني ان شاء الله نفسي اعمل حاجه يعني كويسه للنادي وكويسه للجماهير يعني الكبيره العظيمه في كل حته في العالم. يعني ان شاء الله تعمل، وخلي بالك يعني المسؤوليه كبيره جدا ان شاء الله، يعني جماهير النادي الاهلي عقد عليك امال كبيره، وشخصيتك وادائك ان شاء الله تقدر تكون اضافه كبيره ان شاء الله للنادي الاهلي وتحقق كمان يعني انجاز كبير مع انجازات كبيره مع النادي الاهلي. عايز اعرف برضو من ضمن الكواليس في المفاوضات الكابتن محمود الخطيب، شخصية كروية كبيرة جدا رئيس النادي الأهلي، دخل في صفقة طاهر بنفسه، زيارة مهمة جدا لنادي المولين العرب مع رئيس المولين العرب المهندس محسن صلاح، كمان المهندس محمد عادل مشرف العام على الكرة في نادي المولين، وجلسة خاصة جماعتهم يعني مع كابتن محمود الخطيب. شايف يعني دخول الكابتن محمود الخطيب بنفسه في صفقة طاهر ازاي؟ لا طبعا ان الكابتن الخطيب يتدخل في صفقه لاي لاعب دي حاجه يعني كبيره جدا. الكابتن الخطيب رمز للكره المصريه والكره الافريقيه، وتواجده في منصب رئيس النادي دي طبعا يعني حاجه كبيره جدا. فانه يكون ضمن يعني هو اللي قاعد مع مهندس محسن صلاح ومهندس محمد عادل دي طبعا يعني سهلت الامور جدا، يعني دي اللي سرعت الامور حتى. يعني حصلت مكالمه بينك وبين الكابتن خطيب بعد التوقيع؟ حصل مكالمه هي كانت سريعه جدا يعني ما خدتش دقيقه، بس يعني ابرز بالنسبه لي انا كانت يعني مكالمه كبيره جدا. دي مهمه في مشوار طاهر محمد طاهر. طبعا يعني طبعا الكابتن خطيب يكلمني يبارك لي ويحفزني ويفهمني ان النادي الاهلي ده نادي كبير ونادي عظيم، دي حاجه طبعا يعني من غير ما هو يقولها يعني كانت واصله لي، بس ان هو يقولها لي دي يعني كان ليها معنى تاني. فرق مع طاهر يعني الاستقبال، يعني منذ اللحظه الاولى اللي تم الاعلان عن طاهر محمد طاهر يعني اصبح لاعب في النادي الاهلي، فرق معاك الاستقبال بتاع الجماهير على السوشيال ميديا، رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب بقيمة كبيرة يكلمك بنفسه، أمير توفيق، الإعلام دلوقتي بيتكلم عن طاهر محمد طاهر، ده فرق مع طاهر؟ ناحية الإعلام الصراحة يعني أكون صريح مع حضرتك أنا ناحية الإعلام دي مش بركز فيها قوي، يعني أنا قافل على نفسي مركز في الكورة بعيد شوية. بعيد شوية عن الإعلام. يعني أنا عندي أكاونت على إنستجرام بتاعي وأنا اللي بحط عليه كل حاجة، بس مش ده اللي انا بركز فيه، يعني انا مش بركز في الحاجات دي خالص. بس انا طبعا حاجه زي مكالمه كابتن خطيب وانا امير، يعني امير من الناس اللي يعني قربت، يعني هو اول حد في النادي الاهلي يكون قريب لي قوي كده، يعني هو طبعا يعني قام بدوره 10 على 10، وهو معايا حتى قال لي انا واحنا جوه النادي يعني انت يعني اي حاجه تكون عايزها تيجي تقول لي، فدي طبعا حسستني ان انا يعني رايح مش رايح مكان غريب، يعني رايح مكان عارف فيه لعيبة عارف فيه ناس في الإدارة زي كابتن أمير، فدي طبعا حاجات كلها يعني هتساعدني ان انا اكون مستريح واكون حاسس ان انا يعني في بيتي، اللي هو يعني نادي المقاولين كان طبعا ده بيتي من وانا صغير،
بس ان انا اروح على مكان جديد واحس برضو نفس الاحساس، فدي حاجه يعني بتبقى كويسه للعيب يعني. طبعا يعني احنا شفنا كمان العلاقه الجيده ما بين النادي الاهلي ونادي المقاولين العرب، كابتن محمود الخطيب متواجد في نادي المقاولين العرب وزياره مهمه، وده درس كمان في التفاوض. النادي الاهلي دايما يعني بيدخل البيت من بابه، دي يعني شيء مهم ورساله مهمه كمان في عمليه التفاوض في نجم كبير زي طاهر محمد طاهر. عايز برضو اعرف يعني اول مكالمه جات لك تهنئه من مين بعد يعني اعلان الانضمام للنادي الاهلي؟ اول مكالمه طبعا كان يعني انا ساعتها كنت في التمرين، يعني هو في التمرين في نادي المقاولين في الفتره اللي هي لما خلاص الناديين اتفقوا وكل حاجه خلصت، انا كنت ساعتها في التمرين. واول ما خلصت كان قابلت مهندس محمد عادل وشرح لي القصه مشيت ازاي وان كل حاجه خلاص اتفقوا عليها، مش فاضل بس غير ان انا اقعد اتكلم في التفاصيل بقى الثانيه بتاعت العقد بتاعي مع امير. وبس اول ما طلعت طبعا لقيت كل اهلي مكلمني، فكان اول حد كلمته يعني كان والدي. يعني والدك والدك اهلاوي من زمان؟ كان العيله كلها يعني العيله كلها اهلاويه، حتى يعني جوز اختي من برضو مجانين النادي الاهلي. لازم اروح برضو المهندس محمد عادل، وهو ما شاء الله شخصيه مرموقه وشخصيه كبيره جدا يعني، وقريب جدا من اللعيبه واللعيبه بتحبه. نصحك بايه المهندس محمد عادل؟ بيقول لك انك خلاص يعني المفاوضات مع النادي الاهلي تمت على سلام وهتنضم للنادي الاهلي. هو المهندس محمد عادل من يعني من ساعه ما هو جه مسك معانا في الدرجه الاولى وهو دايما بيكلمني ان انا يعني لعيب مشروع جديد لمحمد صلاح، ودي طبعا من وانا صغير يعني انا يعني الراجل ده يعني لو نفسي ارد له حاجه من اللي هو عملها لي يعني وقف معايا كتير جدا وساعدني كتير جدا، واي حاجه بطلبها منه كان بيعملها لي. فهو يعني كان والدي في نادي المقاولين يعني. مهندس محمد عادل، مهندس محمد عادل يعني قام معايا يعني يوم حتى ما اتصبت في نادي المقاولين لما جالي اصابه في هو اللي ساندك وقف معايا وصفرني، وكانت حاجه يعني مش بتحصل قوي في نادي المقاولين ان اللعيب بيسافر يتعالج بره. فلا طبعا يعني هو لما اتكلم معايا في حته النادي الاهلي هو يعني كان لما عرف رغبتي كمان هو كان بيشجعني ساعدني وشجعني ونصحني وقال لي ان انت داخل على مرحله يعني صعبه جدا، بس قال لي ان انت قدها ان شاء الله وانا ان شاء الله هكون قدها ان شاء الله. طب النهارده معانا اول تقرير في برنامجنا النهارده، حوار خاص من المهندس محمد عادل يعني الاب الروحي لكل لاعبي النادي المقاولين العرب، وكمان يعني صاحب الفضل على طاهر محمد طاهر. نشوف يعني التقرير مع المهندس محمد عادل المشرف العام بالكره في فريق نادي المقاولين العرب. علاقه وطيده ومستمره لان قدم التاريخ وبتتجدد دايما، ويمكن في وجود برضو كل كباتن عشان بس من كل كباتن ورئاسات النادي الاهلي مع رئاسات النادي العرب العلاقات وطيده وقويه دايما يعني، وتمتاز بانها علاقات جيده واكثر من ممتازه. كابتن خطيب وقيمته قامه رياضيه كبيره بغض النظر عن رئاسه النادي الاهلي، فهو برضه قامه رياضيه كبيره لها احترامها ولها مكانتها. ما ننكرش ان المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس الشركه له معزة خاصة مع الكابتن الخطيب، ويمكن المفاوضات برضو مش عايزين نقول انها خدت وقت او اتأخرت، يمكن بس هي ظروف المشاكل اللي بتشغل الطرفين في الوقت نفسه احساسنا ان الوقت لسه بدري. يعني خلي بالك ان انت النهاردة بتتكلم على انتقال هيتم لسه مع نهاية الموسم، فما كانش فيه عجالة، لكن كانت كل المباحثات اللي تمت سواء مع كابتن امير توفيق او مع الكابتن عادل القيد اتسم طبعا بالحب والود وشبه يعني منتهيه، لكن الرتوش الاخيره دايما الكبار هم يخلصوها وخلص الموضوع، ما حدش يفتكر انه خد وقت، لا ده هي بس احنا كنا يبقى ما كانش في عجله. كابتن خطيب كان مسافر، كابتن محسن مهندس محسن مسافر، الى ان التقوا والموضوع انتهى طبعا في احسن صور وان شاء الله، ونتمنى بس التوفيق للعب بإذن الله. طاهر محب للنادي الأهلي، وأعتقد النادي الأهلي إن شاء الله هيكون بوابة ليه، حتى لو عايز يحترف إنه يكون بوابة كبيرة للاحتراف. طاهر مستو، ودي نقطة مهمة جدا أو من أهم مميزاته، يمكن أنا دايما بقول الموهبة مش كل شيء ولكن العقل، وبالتالي طاهر يمتاز
بهذا الخلق. يكفي برضه عشان الناس اللي كانت عماله تتكلم وتعمل وتقول لحد امبارح بعد ما تمت المفاوضات طار بتكلمش مع النادي الاهلي الا لما جبته قلت له خلاص روح. وكان كل حتى لما اتصلوا بوالده في خلال الفتره دي عشان مش عارفين طار مش عارفينه في التدريب كان رد الراجل المحترم قال لهم ايه؟ قال لهم مش حابب روح عندكم الا لما يكلم المهندس محمد علي. اقول لهم احنا قال لهم معلش وانا عارف ان الاهلي لم يتحدث مع طارق الا بعد يمكن خد موافقته وده شيء طبيعي يعني لكن حديثه هتعمل عقود كلام يتم الا امبارح مساء يمكن الساعه 11 12 بالليل لانه مخلص تدريب هنا الساعه 7:30 8 عقليه محترمه جدا دؤوبه هادي جدا ما فيش شك انه ابن النادي من عنده 13 سنه واقل يمكن تداول عليه كمدربين كل مدربين النادي معظمهم في قطاع الناشئين كان من ضمنهم كابتن ريو لانه مش موجود حاليا لكن كل الموجودين من مدربين حاليا كلهم بس انا مش عايز اقول اسماء لانسى لكن اكيد كلهم لانه كان في قطاع الناشئين فاكيد مر على الكلام ده كله. طار ما سابش النادي خالص غير سنه اللي راح فيها فرنسا ودي كانت برضو تشجيع مننا وليه لما جاله فرنسا ساك النادي درجه مش الدوري الممتاز هناك الدرجه اللي بعديها وكان طبعا تشجيعنا ليهم بالعكس مش عايز اقول لك النادي ما كانش بيبحث عن فلوس قد ما بيبحث ان اللاعب يلاقي فرصه ففعلا طلع ولكن النادي نفسه اللي هبط فطار قال لهم لا مش هقدر اكمل معاكم وكلمناه ورجع تاني واستمر استمر طبعا مع الفريق الاول طاهر بيلعب بقى له انا ما راجع بشفع كوره بقى له 4 سنين طاهر موجود في الفرقه يمكن من عنده 16 17 سنه في المنتخب الاولمبي قبل كده كان في كل المنتخبات اللي راحها استدعوه في المنتخب الاول بس كانت ظروف اصابته الحقيقه فهو ان شاء الله يكون يعني الاهلي خير عليه وهو خير على الاهلي ويكون موفق باذن الله ونتمنى له التوفيق وللنادي الاهلي التوفيق. كلام مهم جدا من المهندس محمد عادل المشرف العام على الكره في فريق النادي المقاولين العرب وايضا بنوجه الشكر للمهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولين العرب ايضا كان في زياره مهمه يعني قبل زياره الكابتن خطيب لنادي المقاولين العرب ايضا كان زار النادي الاهلي هو المهندس محمد عادل يعني قبل الاجتماعات المهمه كانت في اتحاد الكره ودي دايما العلاقه اللي بتجمع النادي الاهلي والنادي المقاولين العرب على مدار التاريخ علاقه دايما محترمه ما بين المسؤولين. طاهر عايز اسمع رايك برضو في كلام المهندس محمد عادل. لا طبعا يعني كلام جميل وبشكر طبعا باشمهندس محمد عادل تاني على كل الحاجات اللي هو عملها لي والفتره الاخيره انه وقف جنبي وسمع لرغبتي يعني بشكره جدا وبقول له يعني ان انا ابن حضرتك والمقاولين ده بيتي وهيفضل طول عمره بيتي وانا يعني تحت امره في اي وقت يعني. طيب عايزين نرجع بقى لامير توفيق تاني. وامير يعني بدا المفاوضات معاك وكان بيتكلم معاك عن النادي الاهلي وانك تنضم للنادي الاهلي، كان طاهر محمد طاهر ليه شروط؟ لا خالص يعني انا كلاعب ما كانش ليا اي شروط يعني انا كان كل حاجه رميها على النادي المقاولين هم اللي لو عايزين يتكلموا في حاجات ليها علاقه بالعقد ليها علاقه فيما بعد دي انا ما ليش اي تفاصيل فيها. انا قلت له انا رغبتي موجوده وانا معاك وانا هنضم للنادي الاهلي وبس وقفلت على كده بس اي حاجه بقى ليها تفاصيل صغيره كده دي قلت له يعني مش تبع يعني ما تعبتش امير توفيق يعني لا ما تعبتوش الصراحه هو ممكن حتى يبقى يقول لك يعني لما كنت بتسمع وكان بيتردد برضه في وقت المفاوضات ارقام كبيره صف صفقه طاهر محمد طاهر ان المقاولين العرب هيستغنى عن طاهر ب 5 مليون دولار و 6 مليون دولار الارقام دي كنت متخوف شويه ان ممكن في اي وقت من الاوقات الصفقه تقف زي ما كان من سنتين او من ثلاثه او السنه اللي فاتت صفقه وقفت الصراحه يا كابتن يعني انا الارقام دي ما يعني ما كنتش بسمع عنها اي حاجه بعيد عنها خالص. انا بعيد عنها خالص يعني انا كنت ممكن حد يجي يقول لي بس الموضوع نفسه ما كانش بيأثر فيا يعني انا ما كنتش باخد الموضوع مثلا واروح مثلا اروح اتكلم مع نادي مولين اقول لهم ايه الارقام اللي انتوا حاطينها دي او انا مثلا انا لو جالي عرض بكذا انا عايز امشي بكذا الحاجات دي كانت يعني مش بتكلم فيها خالص مع نادي المقاولين يعني انا هم لو قالوا كده خلاص هم قالوا كده دي انا مش ببقى عارفها اصلا يعني دي حاجه بتبقى مش واصله لي
ممكن الناس تبقى عارفاها وتيجي توصلها لي، بس حتى لو حط يعني الكلام جالي انا ما كنتش بهتم بيه خالص يعني. طب مين من اللعيبه اللي حواليك يعني بدات تستشيره الاول ما امير توفيق كلمك وبدا في عرض النادي الاهلي يتردد، مين من اللعيبه اللي صحابك اللي في النادي المقاولين العرب بدات تقول لهم يعني تستشيرهم؟ لا في لعيبه كبيره طبعا في نادي المقاولين، يعني دلوقتي معانا كابتن حسن الشامي وكابتن ابراهيم صلاح وكابتن محمد سمير، دول اللعيبه يعني محمد سمير طبعا يعني لاعب النادي الاهلي السابق، لاعب النادي الاهلي السابق، فدول يعني حتى هو برضو نقل يعني ممكن كابتن ابراهيم صلاح وكابتن حسن الشامي قالوا لي يعني قالوا لي حاجه يعني كابتن محمد سمير طبعا قال لي حاجات تانية بقى انه محمد هو عايش جوه النادي الاهلي بالظبط، هو كان ناشئ كان ناشئ وطلع، ولما طلع كمان طلع وسط جيل يعني محترم وجيل يعني عمل تاريخ كبير للنادي الاهلي، فهما دول اللي انا يعني اتكلمت معاهم في الاول يعني. من النادي الاهلي انا عارف ان ليك يعني صحاب جوه النادي الاهلي، في جيلك جيل 97 رمضان صبحي محمد محمود، حد كلمك فيهم؟ حد تم التواصل معاه خلال الفتره اللي فاتت؟ كان في تواصل مره واحده مع رمضان في رمضان. الاول خالص في بدايه المفاوضات، واخر حد خالص كان مصطفى شوبير هو اللي كان هناني يعني قال لي مبروك على الانضمام للنادي الاهلي. الفتره اللي جايه ممكن اول تمرين يتمرنها امتى طاهر مع النادي الاهلي؟ والله يا كابتن انا من بكره جاهز، بس حضرتك عارف ان لسه الموسم استكمال الموسم ولسه في دور تقريبا كامل ما تلعبش، فالفتره دي انا مركز فيها مع المقاولين، واول ما الفتره دي تخلص يعني انا على طول في النادي الاهلي ان شاء الله. واحنا طبعا بنتمنى لك التوفيق خلال الفتره اللي جايه مع نادي المقاولين، يعني بيسعى خلال الفتره اللي جايه انه بيلعب على مركز عشان بطوله افريقيا. بالظبط، هي فتره بالنسبه لنا احنا يعني هتبقى علينا ضغوطات كبيره، يعني احنا يعني محطوطين في موقف يعني بقالنا برده فتره مريحين، فاحنا برده لسه مش عارفين الدنيا لما ترجع عامله ازاي، بس احنا ان شاء الله يعني بنشتغل ويعني ان احنا نكمل المشوار اللي احنا عملناه السنه دي. هيبقى الموضوع صعب اكيد وعلينا ضغوطات كبيره، بس احنا ان شاء الله يعني عايزين يعني احنا كلنا كلاعيبه نفسنا ان احنا نحقق حاجه لينا لنفسنا الاول، وطبعا حاجه كويسه لنادي المقاولين. نادي المقاولين لا، وما شاء الله السنه دي يعني نادي المقاولين العرب يعني ماشي بخطى ثابته مع مدير فني كبير كابتن عماد النحاس. انا يعني كان ليا الشرف ان انا زميلته في الملعب، اكيد برضو يعني استشرت الكابتن عماد النحاس يعني زي ما محمد سمير اللي اتربى جوه النادي الاهلي اتكلم عن النادي الاهلي، اكيد برضو سالت الكابتن عماد النحاس. اكيد طبعا، يعني ممكن يعني كابتن محمد سمير كان عنده خبره انه يعني او نقل لي يعني تجربته، هو يعني في فرق سن يعني مش عشان قريبين في السن قريبين شويه يعني بس طبعا كابتن عماد قعد معايا واتكلم معايا كتير جدا، قال لي يعني هو بيفهمني ان النادي الاهلي ده نادي كبير جدا ونادي عظيم جدا ونادي يعني غير اي نادي هتروحه في يعني في افريقيا وفي العالم، يعني هو نادي ماشي بسيستم معين ونادي يعني الجماهير كلها بتشجع النادي الاهلي والاعلام كله متابع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، فهو يعني نقل لي الخبره بتاعته وقال لي ان هيبقى عليك ضغوطات كبيره الفتره الجايه، بس قال لي انت قدها وانت لعيب كبير، فدي حاجات طبعا كلها ساعدتني وحسستني ان انا يعني ان شاء الله لما اروح نادي الاهلي هبقى قادر ان انا اعمل حاجه كويسه ان شاء الله. يعني كابتن عماد النحاس من يعني ما شاء الله من افضل المدربين الموجودين دلوقتي في الدوري، يعني ابرز الحاجات برضو اللي اتعلمها طاهر محمد طاهر خلال الفتره اللي فاتت من الكابتن عماد؟ لا حاجات كثيره طبعا، يعني ممكن حاجات فنيه تكون مثلا يعني حاجات بسيطه بس الحاجات يعني مختلفه شويه عند كابتن عماد انه كان لعيب يعني في النادي الاهلي ومدرب لسه سنه صغير، ففي حماس عنده كده يعني بيعرف ينقلها للعيبه قريب من السن. دي حاجه بتبقى ساعات يعني مهمه جدا، يعني لما يكون المدرب فرق السن مش كبير قوي فبيعمل زي علاقه كويسه ما بينه وما بين اللعيبه، فده اللي عمله يعني من اول ما جه النادي عمل علاقه كويسه ما بيننا، يعني احنا حتى اللعيبه قربنا اكتر من بعض وكلعيبه وجهاز كلنا يعني اسره واحده، فلا طبعا يعني في حاجات كتيره جدا يعني كابتن عماد اتعلمتها منه اكيد في السنتين اللي اتمرنت معاهم، وده سر النجاح اللي احنا بنشوفه خلال الفتره اللي فاتت يعني موجود داخل نادي المقاولين العرب، وكمان يعني ما شاء الله في المباريات السابقه وكمان في ترتيب جدول المسابقه. معانا دلوقتي تقرير من الكابتن عماد النحاس عن نجم النادي الاهلي كابتن طاهر محمد طاهر، ونرجع نستكمل الحوار مره اخرى. بداية ببارك لطاهر على انتقاله للنادي الاهلي، بقول لك مبروك ان شاء الله يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي، لعيب مميز، لعيب قدامه ان شاء الله مستقبل كبير، بقول له الف الف مبروك على طاهر انتقالك للنادي الاهلي. طاهر لعيب ربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه كبيره ولعيب مميز ولعيب خارج من قطاع ناشئين المقاولين، والناس عارفه قطاع ناشئين في نادي المقاولين العرب
اللي عندنا منه واحد فخر مصر والعرب بالكامل طبعا محمد صلاح ومحمد النني، ان النادي ما يقفش قدام مستقبله ويديله الفرصه ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، فدي حاجه محترمه جدا. لكن طاهر لعيب ملتزم في الملعب، لعيب على المستوى التكتيكي لعيب كويس جدا، بيشتغل على اطراف الملعب بشكل كويس، لعيب بسم الله ما شاء الله عنده القوه البدنيه كويسه جدا، استخلاصه بالكوره والحاله الدفاعيه عنده كويسه جدا، نشوف ان هو ان شاء الله يكون اضافه كبيره للنادي الاهلي. طاهر مميز في الخط الامامي بشكل كبير، يعني بيلعب في على الاجنحه بيلعب بشكل كويس جدا، اميز مكان اكيد طرف الملعب الشمال، لكن هو بيلعب طرف الملعب الشمال وبيلعب طرف الملعب اليمين، وممكن كمان بيلعب تحت راس الحربة. لعيب في اللعب الجماعي مميز، لعبه كمان على الجون، حالته الهجوميه برضه مميز جدا، اشتغل على الجون بشكل كويس. انا بشوف ان هو اضافه كبيره ان شاء الله للخط الامامي للنادي الاهلي. طاهر انت قدام تحدي كبير بوجودك ان شاء الله مع النادي الاهلي، تقدر تعمل لنفسك اسم وتاريخ، وتقدر تضيف للبطولات النادي الاهلي، وتقدر تساهم مع زمايلك في حصد البطولات مع النادي الاهلي. شرف لاي لعيب يكون متواجد في النادي الاهلي انه يقدر يصنع لاسمه تاريخ ويقدر يعمل لنفسه بطولات، فانت مؤهل لكده. وكمان عندك ميزه ان انت دايما تفكيرك للاحتراف، وتقدر ان شاء الله تحترف من خلال النادي الاهلي. نصيحتي لطاهر، اكيد انا بتكلم معاه كتير بحكم ان المدرب بتاعه لسه ان شاء الله عندنا الدور الثاني كامل، يقدر ان شاء الله يشارك معنا بشكل قوي. انا اتكلمت مع طاهر اكتر من مره من اول ما تولينا المسؤوليه هنا في نادي الوادي العرب، وقد ايه كنت بكلمه على الموهبه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له وازاي تستثمرها. يمكن حصل بعض الظروف اللي هي خارجه عن ارادته، ظروف الاصابه اخرته بشكل كبير، كل تفكيره في الوقت ده كان بيتكلم في الاحتراف وان هو يكون موجود زي اللعيبه اللي نشوفها بره. هو عنده الطموح ده وما زال لسه موجود، ولكن هو اختار يخش في تحدي جديد بالنسبه له. بلغه الكوره زي ما احنا بنسميها كده، ان انت يعني تغيير عتاد، لكن الموضوع اكبر من كده بكتير يا طاهر. لازم تبقى مكمل على نفس الحماس اللي عندك، ومكمل على نفس الروح اللي عندك، يبقى عندك الهدف الاكبر وانت بتفكر في الاحتراف. مش عايز الهدف ده يقل عندك، ولو انت في الوقت الحالي مش هقول استسلمت للاصابه او تفكيرك اتغير النهارده، لكن لما اتكلمنا كتير مع بعض ان تفكيرك ان انت تكون لعيب ان شاء الله لعيب اوروبي، فانا بتمنى لك التوفيق على المستوى الشخصي، واتمنى يكون كلامي معاك ونصايحي ليك ان حتى لو فيها 1% تقدر تستفيد منه، علشان تقدر ان شاء الله تكمل وتكون اضافه كبيره لاسماء اللعيبه الكبيره اللي عدت على تاريخ الكره المصريه. اخر حاجه بنتكلم فيها علاقه النادي المقاولين بالانديه بالكامل، الانديه المصريه، ودي علاقه الحمد لله علاقه قويه جدا. النادي المقاولين علاقته قويه جدا بجميع الانديه، منها طبعا اكيد النادي الاهلي. شفنا الموضوع مشي بهدوء، وكان في احترام كبير من النادي الاهلي اول ما بدا يفكر في موضوع طاهر، على طول اتكلم مع مجلس الاداره وتفاوضوا في الامور الماليه. الموضوع ما كانش فيه اظن اي ازمات، الموضوع عدى بسهوله جدا، كان فيه تفاهم. النادي الاهلي كان واضح من اول يوم، وبرده نفس الكلام لنادي المقاولين ومن الانديه الحمد لله اللي بتحاول على قد ما تقدر تحافظ على علاقتها بجميع الانديه. يمكن ده انا اتكلمت فيه اكتر من مره، علاقتنا الحمد لله كنادي المقاولين علاقه طيبه بكل الانديه، خاصه طبعا اكيد النادي الاهلي. الموضوع ما خدش وقت كبير، رغم ان احنا عندنا لسه منافسات ان شاء الله الدور الثاني، ولكن حسم الامور عشان اللعيب ما يكونش متشتت، وفي نفس الوقت النادي برضه احنا نقدر نرتب امورنا ونرتب حالنا ان شاء الله على بدايه الموسم الجديد، ونقدر ان شاء الله ندور على بديل يقدر يعوضنا غياب طاهر ان شاء الله. طبعا اكيد بشكر النادي الاهلي، وبرضه نفس الشكر طبعا لاداره نادي المقاولين اللي ادارت الموضوع بشكل احترافي كبير جدا، وبارك برضه لطاهر انتقاله للنادي الاهلي، وبتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله. بنشكر العمده كابتن عماد النحاس اللي بنتمنى له ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه مع المقاولين العرب، ويحقق الانجاز والحلم اللي بيسعى عليه نادي المقاولين يعني من بدايه الموسم. كابتن طاهر، يعني من واضح من كلام الكابتن عماد النحاس ان في حب كبير لطاهر محمد طاهر.
لا طبعا كابتن عماد حبيبي يعني، دايما بنهزر مع بعض، والحلو كمان ان احنا يعني في النادي كلنا بنتعامل ان احنا كلنا يعني مفيش لعيب كبير ولعيب صغير، فدي حاجه طبعا يعني بتخلينا ان احنا نعرف نتعامل مع كابتن عماد. فلا طبعا كابتن عماد حبيبي يعني، وبشكره طبعا على الكلام اللي قاله يعني. عاملين موسم يعني من احلى المواسم من مواليد العرب، كوره واهداف ومتعه وتنفيذ في الملعب. الحلم رسمته من بدايه الموسم اكيد طبعا يعني، هو نادي المقاولين طول عمره كنادي بفكر ان هو يعني مش نادي صغير، احنا يعني واخدين بطولات واخدين افريقيا. فالحلم بقاله كتير قوي يعني، هو كان غايب عن نادي المقاولين. فالسنه دي الاداره كان يعني من كذا سنه يعني من ساعه ما طلعت درجه اولى، وحلم الاداره ان هم يبقوا في مربع ذهبي يعني. فكل سنه كان بيبقى فيه اخفاقات يعني، اخر سنه هي اللي كانت السنه القريبه يعني، كان ماتشات ما بيننا وما بين المصري هي اللي حسمت المركز الرابع. فالسنه دي طبعا كان يعني احنا السنه فاتت خلصنا مركز خامس، فالسنه دي كان يعني ما فيش يعني اي حاجه مفكر فيها غير ان احنا يعني خلاص احنا مربع ذهبي. مربع ذهبي عايز اروح للنادي الاهلي. تواجد طاهر محمد طاهر يعني في صفوف النادي الاهلي، هل شغلك المنافسه اللي هتكون قويه في مركزك؟ موجود حسين الشحات، موجود رمضان صبحي، جيرالدو، اجاي ساعات بيلعب في المكان ده، يعني لعيبه كتير، محمود كهربا، احمد الشيخ. شغلك المنافسه دي اللي هتكون موجوده ان شاء الله في المركز بتاعك؟ لا بالعكس والله يعني، انا بشوف لما يبقى الفرقه فيها اكتر من لعيب في نفس المركز دي بتبقى يعني بتدي نوع من اريحيه للمدرب لما يكون عنده لعيبه كتيره بمستوى عالي زي اللعيبه المتواجده في نادي الاهلي. فدي طبعا يعني دي حاجه تساعد المدرب. بالعكس يعني بيكون في منافسه، بس هي منافسه يعني بحب يعني، مش منافسه بكره او بكون مثلا مش عايز الخير، كل مصلحه الفريق. كل مصلحه الفريق في الاخر. وفي يعني هي الكوره يعني كل يعني كله هيلعب في الاخر يعني، مش فيش مثلا حد بيبقى حاجز مكانه او حاجه، وهو بيبقى فكر مدرب برضه يعني، لو هو شايف ان مثلا الماتش ده محتاج ده، فده يعني بيبقى الفكر بتاع المدرب في المباراه دي. فبالعكس انا شايف دي حاجه بتقوي الفريق يعني، لما يكون في اكتر من عنصر في المكان الواحد، في المكان الواحد دي بتبقى حاجه يعني كويسه في الفرقه. شفت المستوى بتاع النادي الاهلي ازاي خاصه في الدوري؟ ما شاء الله ارقام قياسيه، مكسب متتالي، كمان الوصول للمباراه قبل النهائيه في بطوله دوري ابطال افريقيا، السوبر المصري في بدايه الموسم. شايف الارقام والاهداف اللي اتحققت مع ريني فايلر ازاي مع النادي الاهلي؟ لا طبعا مع مستر فايلر يعني، احنا حتى في المقاولين اظن ان احنا كنا يعني قبل ما التوقف ده برده نسانا يعني، احنا كنا بناخد من مين؟ بس اظن كنا بناخد من الاهلي يعني، ناخد الفرقه يعني بالظبط الفرقه مثلا اللي هلعبها الماتش الجاي يكون الاهلي لعبها قبلنا. ده بتستفيدوا انتوا من الموضوع ده؟ يعني احنا عمالين نتفرج طبعا يعني، واخدين بالنا يعني، شايفين ان الاهلي اتغير، وشايفين ان مع مستر فايلر الموضوع يعني مختلف تماما في الدوري. يعني احنا كنا ده شايفينه في الدوري، في افريقيا طبعا يعني احنا كلنا بنتفرج وشايفين ان الاهلي وصل مربع ذهبي، فدي حاجه يعني في فرق طبعا يعني مع مستر فايلر الموضوع يعني كان مختلف. ايه اكتر حاجه ما يعني لفتت نظرك في اسلوبه وطريقه فايلر اللي اضافها للنادي الاهلي؟ لا حاجات كتيره يعني، هو اللعيبه كلها تحس ان هم يعني مع مستر فايلر بقى لهم خمس سنين يعني. راجل في انسجام وهو عارف يحفظ حاجات تكتيكيه، وكره سريعه، كره شراسه، ورمضان بقى يعني من هدافين الفرقه، دي كانت حاجه مش موجوده في رمضان. طور، بيقدر يطور مستواه، بيقدر يطور بالظبط. دي حاجه يعني دي حاجه عجباني في مستر فايلر انه بيعرف يطور يعني الحاجه اللي مش موجوده عند لعيب، هو بيقدر يساعده انها تبقى موجوده عنده يعني. وان شاء الله كمان مستر ريني فايلر يقدر يطور يعني طاهر محمد طاهر بمستوى كبير. شفت كمان التطور الكبير اللي وضح على رمضان، خاصه كمان قبل كاس الامم الافريقيه، ولسه هنتكلم عن المنتخب الاولمبي كمان، كان رمضان احد النجوم المنتخب الفتره دي، وكان برضو يعني شغل واضح من ريني فايلر يعني ثم الكابتن شاوي غريب. لا طبعا يعني رمضان لما جه من تجربه هادرسفيلد يعني، هو احنا شفنا يعني رمضان متغير ك بقى لعيب يعني متطور جدا، ناضج بقى يعني، لا هو يعني كبر جدا، وطبعا لعب كاس عالم، فدي حاجه يعني كبيره جدا ان لعيب يكون في سن صغير لعب كاس عالم. فلا رمضان اتطور بشكل جامد، وادى بطوله يعني عالميه في مصر في كاس الامم 23،
فطبعا مستر فايلر ساعده اكيد يطور نفسه بشكل كويس جدا، وبرده مع كابتن شوقي غريب طبعا اكيد عارف ان هو ينفذ له اللي هو عايزه. وفي نفس الوقت في المعسكرات يعني احنا كلنا كنا قاعدين مع بعض، ويعني قعدتنا بتبقى مع رمضان دايما، فلا يعني رمضان مش بيحسسنا ان هو لعب كاس عالم ولا لعب في انجلترا، بالعكس هو ذكي جدا وبيعرف يلم الفرقه بشكل في علاقه جيده بتجمعك بينك وبين رمضان صبحي، وحب ظهرت كمان من وقت الماسك وانت صاحب الفكره في كاس الامم كانت موجوده في مصر. خلي بالك انا احكي لك قصه دلوقتي، المسلسل بتاع ماني هايست، المسلسل الاسباني، انت صاحب الفكره بتاعه الماسك. انا اتفرجت على المسلسل ده مخصوص بعد ما انت يعني عملت الفكره بتاعه الماسك. المهم يكون عجبك. لا مسلسل تحفه طبعا. والفكره مسلسل تحفه. فكره اهم. الفكره طبعا. مين تاني غير رمضان صبحي يعني بتجمعك بيه يعني صداقه من لعيبه النادي الاهلي او عجبك اداؤه خلال الفتره اللي فاتت؟ من ناحيه صداقه فلا، في من زمان يعني محمد هاني في منتخب ال95 كنا دايما مع بعض. ومحمد محمود طبعا يعني انا وهو تعرفنا على بعض في المانيا يعني لما هو كان بيعمل العمليه برضو. وفي طبعا مصطفى شوبير. مصطفى وفي طبعا كابتن محمد شناوي وايمن اشرف، دول كانوا في منتخب الاول، وكابتن حسين شحات. طيب دول اصحابك مين اللي لفت نظر طاهر يعني اداؤه خلال الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي؟ انا الصراحه يعني الفرقه كلها يعني مستواها عالي جدا يعني مفيش واحد ممكن اقول هو ده اللي غير النادي الاهلي او ده النجم، هو الفريق. هي الفرقه كلها بتأدي بشكل كويس وبيلعبوا دايما على المكسب، يعني دي سياسه النادي الاهلي انه كل ماتش لازم يكسبوه. يعني ان شاء الله تنجح مع النادي الاهلي، والنجاح بيبقى ليه مقدمات، الشخصيه اللي قاعده قدامي، الهدوء، الاتزان، ده اللي بيفرق جدا مع النادي الاهلي مش الفنيات. ما شاء الله انا شايف يعني قدامي لعيب ناضج، شخصيه اهم حاجه في لعيب النادي الاهلي هي الشخصيه اول حاجه. فالحمد لله يعني طاهر محمد طاهر من اللعيبه اللي بتمتلك الشخصيه، فهي مقاومه النجاح ان شاء الله تقدر تكون موجوده معاك خلال الفتره اللي جايه كابتن طاهر. طبعا كل خطوه بتخطوها اكيد البدايات عمرك ما هتنساها، بدايتك في كره القدم، اول نادي لعبت فيه، الاختبارات في ناشئين، عايزين نتكلم اكتر شويه برضه عن البدايات. هو بدايتي كانت يعني انا كنت الاول كره مسكتها شطها كان مع والدي، كان هو بيبقى قاعد مع اصحابه في المعادي. فمن كان عندك كام سنه وقتها؟ كان ساعتها 4 سنين مثلا، 5 سنين. 4 5 سنين يعني ولد صغير بيشوط الكوره يعني. فساعتها بدات في الفتره دي، رحت نادي الجزيره الكابتن عمرو ابو المجد كان فتح ساعتها. ساعتها فتح اكاديميه هناك وما عادش فيها كتير. بعديها رحت اكاديميه الكابتن ايمن يونس في المعادي في المركز الاولمبي. في الفتره دي بقى هو كان فيه طبعا الله يرحمه كابتن سيد السقا، هو اللي قال لوالدي لا هو لازم يروح نادي، يعني هو لعيب كويس وهيبقى لعيب كويس لما يروح نادي. هو والدي ما كانش شايف الحته دي لسه عشان كنت سني صغير. يعني كابتن سيد ساهو هو اللي شاف فيك الموهبه من بدري. من بدري جدا، اللي هو لدرجه ان بابايا ما كانش مصدقه، يعني هو لسه لعيب صغير يعني ايه اللي مبين لك انه لعيب كويس. فبس هو ساعتها كان يعرف كابتن رياو، ساعتها كابتن رياو كان هو رئيس قطاع الناشئين في المقاولين. المقاولين العرب. ورحت اختبارات ساعتها مع ال 96، ما كانش لسه في مواليد 97. يعني مع السن الاكبر. مع السن الاكبر. كان ساعتها كابتن ايهاب بيت هو اللي ماسك الفرقه. ونزلت الاختبارات لا قبل ما تنزل الاختبارات بس في قصه ثانيه لازم تحكيها. قصه التيشيرت طبعا. ايوه التيشيرت النادي الاهلي. كان اول انا كان اول يوم انا ما كنتش عارف انا رايح فين اصلا، يعني انا ما كنتش عارف يعني ساعتها انا رايح فين، اختبر فين. فانا رايح على اساس ان انا رايح بلعب كوره، فرايح اختبر اكيد في النادي الاهلي، فرايح قلت البس تيشيرت النادي الاهلي. يعني انت رايح الاختبارات انت ما تعرفش انك رايح نادي المقاولين. انا فاكر ان انا رايح نادي الاهلي اختبر، فلبست تيشيرت النادي الاهلي وانا يعني رايح نادي الاهلي دلوقتي خلاص. فلبستها ونازل كله طبعا لابس تيشيرت المقاولين، فانا كنت فهم كانوا فاكرين اني جاي من الاهلي اصلا. بس ونزلت والحمد لله، يعني اول ما نزلت اديت بشكل كويس وخدوني على طول. كابتن رجعوا كان عينيه حلوه في اختبارات المقاولين. هو نادي المقاولين يعني طول عمره معروف بالحته دي، يعني هم منجم ذهب نادي يعني نادي المقاولين، من النادي اللي بيطلع لعيبه يعني كويسه جدا طبعا. يعني بعيدا يعني مش يعني لو هنقعد نتكلم للصبح طبعا كابتن محمد صلاح هو رقم واحد. هو يعني بقى رمز نادي المقاولين، يعني خلاص اي لعيب صغير بقى حلمه انه يبقى زي كابتن محمد صلاح. كنت بتحاول ترسم حياتك يعني محمد صلاح ما شاء الله نجم كبير خرج من نادي المقاولين العرب، وكمان الناس كانت مرشحه وكل اللي بيتفرج على طاهر مرشحين طاهر انه هيمشي على خطوات محمد صلاح وفي يوم من الايام هيكون نجم. دايما بترسم حلمك انك
في يوم من الايام توصل زي محمد صلاح؟ الصراحه في الاول يعني الموضوع ده ما كانش يعني دخل دماغي، عشان انا ما كنتش قابلت كابتن محمد صلاح، فانا مش عارف شخصيته عامله ازاي ومش عارف هو يعني عايش ازاي. بس اللي خلاني بقى من يعني هو اليوم ده لما انا قابلت كابتن محمد صلاح في منتخب معسكر منتخب مع منتخب الاول منتخب ماتش تونس. ساعتها شفت يعني لا يعني شفت حاجه يعني قيمه يعني حاجه كبيره جدا يعني. قلت لا طبعا يعني من وانا صغير وانا بلعب في المقاولين، ولما طلعت درجه اولى وقدمت بشكل كويس قالوا لي ان انت ان شاء الله هتبقى محمد صلاح الجديد. فانا ساعتها ما كنتش مستوعب الكلام ده يعني، انا ما كنتش عارف كابتن محمد صلاح ده يعني شكله عامل ازاي دلوقتي. فلما شفته طبعا الموضوع اتغير بقى، هو ده طموحي بقى خلاص. انا يعني انا عايز ابقى زي كابتن محمد صلاح في يوم من الايام وامشي بنفس المسيره اللي هو مشيها طبعا يعني. لعب في انديه كبيره جدا في وقت صغير جدا يعني. عايزين نتكلم برضو عن الكابتن ريعو، يعني صاحب الفضل على طاهر، العين الخبيره في السن الصغير ده، لما يبقى في عين خبيره فده بنقدم لها كل التحيه، انه يكتشف لاعب من ضمن اكيد في اختبارات المقاولين كان في الاف من اللاعبين في الوقت ده. العين اللي تشوف اللاعب من وسط الالاف اكيد يعني عين تستحق الاحترام والتحيه. اكيد طبعا يعني هو ما كانش كابتن ريعو بس، كان كابتن ريعو وكابتن ايهاب بيتا، وكان هم يعني نادي المقاولين كان فيه طبعا يعني ناس كتير قوي عينها حلوه. طبعا كان فيه كابتن حمدي سيكلا وكابتن حمدي نوح، فهم الناس دي كلها هم اللي كانوا قاعدين ساعتها وهم اللي شافوا اللي هو لا احنا هناخد. بس كان ليك صور كتير مع الكابتن ريعو وانت في الناشئين. كتير جدا. بس وهو كابتن ريعو حتى لما جابني قال لي انا جايبك انت لعيب صغير يعني، انت احنا مفيش 97 اصلا، قال لي بس احنا شايفين ان انت لعيب كويس وانت يعني هتكمل معانا. فمن يوميها وانا بلعب مع ال 96 لحد بقى ما لعبنا اللي هو ملعب كله خلاص، البطوله بتاعت الناشئين الملعب كله. وساعتها بدات العب مع ال 97 لحد ما طلعت درجه اولى. تعال نشوف بقى كابتن ريعو قال ايه عن نجمنا النهارده طاهر محمد طاهر، ونرجع نستكمل الحوار. هو جالي وهو لسه تحت 9 سنين، جابوا والده ومعاه كابتن سيد السقا، كان كابتن نادي اسماعيلي الله يرحمه، فجايبين طاهر عشان يروح النادي الاهلي، جايبينه عندي انا، عارفين ان انا ريعو ده راجل اهلاوي وابن النادي الاهلي، رغم ان هو مدير قطاع الناشئين في المقاولين، فعشان اساعده يعني ان ايه ان من خلالي اودي طاهر النادي الاهلي. فانا بعد شويه اقنعتهم انه طبعا هو لسه 9 سنين فلسه بدري عليه شويه يعني، فخلوه يتاهل عندنا في نادي المقاولين 1-2-3 لغايه لما يبقى يشد عوده. واوعدكم ان انا بنفسي سواء كنت موجود في القطاع او مش موجود هاخده من ايده واسلمه للنادي الاهلي حسب رغبته يعني. في البدايه رغبه طاهر يلعب في النادي الاهلي وانا حاولت الدفه بقى يعني، لانه كان لسه صغير ونفس، بس شايفين شفت مبادئه بقى يعني، شفت قصدي شخصيته وشفت يعني طباعه، شفت اخلاقياته وشفت جسمه بنيانه الجسم، وبعد كده بيلعب بقى برجلين اتنين وهداف وويت بيلت وبياخد اماكن كويسه قوي قوي بالنسبه للتهديف، يعني حاجات كتير قوي بالنسبه له، واهمها بقى طبعا راجل مثقف وراجل ابن ناس وراجل يعرف اكتر من لغه تباعا يعني. فقعد معانا بقى 6 و7 و8 عشان بقى لغايه ما صرب عوده وبان، ورغم ان هو كان مواليد 97 كنا بنلعبه تملي مع مواليد 96، كان هو من الهدافين واشترك في دوره نادي الصيد وخد بطوله نادي الصيد، وكان الاول مركزه في مع النادي الاهلي في المركز الاول تملي على طول في كل بالنتائج، وفريقته يمكن لعبت في السنه دي يمكن لعبت اكتر من 105 ماتش وكسبانين كل الماتشات تقريبا وغايبين 40 جول سنتها لما كان في الصور اللي احنا الفتره اللي انا كنت موجود فيها يعني. اهم حاجه انه طاهر ابتدى يبان طبعا شكله وكيانه، وكان اكبر مكافاه وانا كنت مع والده على طول بنهي يعني على اساس انه احترافه يعني ان شاء الله هيبقى ممكن جدا جدا لانه تطلعاته والاحتراف. فانا سبت بقى طاهر الحمد لله بعد يعني حطيناه على بدايه الطريق الصح عشان يخش على الاحتراف. بعد كده طبعا رجع بقى سلمناه برضو الفريق الاول قبل ما امشي، لما مشيت في اخر 2008، وكنا طبعا متوقعين وانا كنت يعني متامل بان طاهر ان شاء الله كان هيبقى من اللعيبه اللي زي محمد صلاح، بس للاسف الشديد الاصابه جات له يعني عائق شويه اخرته 2 سنين اللي فاتوا دول، كانوا كان المفروض يبقى يعني في مصاف هؤلاء اللاعبين كلهم يعني، هيمثل اضافه قويه جدا لفريق النادي الاهلي ان شاء الله.
وهيمثل اضافه قويه جدا لمنتخب مصر كمان. محمد طاهر يعني انت شفت، لو شفنا محمد صلاح والنني دول كلهم مواليد 92 91 وحاجات كده، يعني ده مواليد 97 يعني فطبعا قدام بينه وبينه 5-6 سنين كمان. وطاهر الحمد لله يعني بقول لحضرتك ويل بيلت، وبعدين لعيب متكامل تقريبا بالظبط، يعني بيلعب برجليه الاثنين زي بعض وبيلعب في اكتر من مكان، وبعدين قوه بدنيه بسم الله ما شاء الله هائله، ومهاره عاليه جدا، وبيجيب جوال من ربع الفرص بتجيله. يعني النادي الاهلي طبعا موسوعه، مؤسسه كبيره جدا، ومش هقول لان انا ابن من ابناء النادي الاهلي وعارف اي حد بيخش مؤسسه النادي الاهلي او قلعه النادي الاهلي لازم بيتربى جواه. حتى شوف في ناس مثلا مختلفه شويه او شزت شويه صغيرين، لما لازم هتخش السرب تاني، لازم تنتظم مع النادي الاهلي. يمكن طاهر كده شويه عنده شويه، رغم انه الطيبه والاخلاق العاليه جدا والتربيه الرائعه والثقافه الهائله، انما هو عنده شويه، هو نرفز شويه او يعني عصبي شويه، انما اكيد طبعا مع منظومة النادي الأهلي لازم هيخش في الكلام ده كله. والوقت احنا عندنا برضو الاحتراف بقى يعني قطعنا فيه مرحلة كبيرة جدا، وان شاء الله طبعا لما هيبتدي يخش في الـ في الـ في الفرقة النادي الأهلي كلها انتصارات دي وكلها جوائز، ومش عايز اقول بقى يعني هيعمل هيبقى زيهم وان شاء الله احسن كمان. يا طاهر بقول لك طبعا اول حاجة انت والوالد ان شاء الله الف الف مبروك. اعتقد كده بانضمامك للنادي الأهلي احنا وفينا بوعدنا، هو جاء متأخر شوية، إنما طبعا الوقت أنت في القلعة الحمراء، فلازم تكون على قد القلعة الحمراء وجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. وأنا عارف أنك هتتفانى مع بقية أعضاء النادي الأهلي زمايلك في الفرقة، وهتلعب يعني مع مدرب كمان الحظ الجميل انه يعني في مدرب كويس هو من السنه فاتت، وممكن يقعد سنه واتنين عشان تحققوا مزيدا من الانتصارات لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله كده تواصل المسيره مع منتخب مصر عشان تحترف وتشرفنا زي محمد صلاح والنني. تحية لكابتن ريعو، وبنشكر كل نجومنا الكبار. كابتن طاهر، مين اللي اكتشف او وظف كابتن طاهر في الناشئين في المكان ده، المهاجم الوهمي او اللي تحت راس الحرب؟ هي كانت اخر سنة في الناشئين، كانت مع كابتن احمد حمودة. هو ساعتها كان ماسك فرقة 97، وهو اللي يعني شاف ان انا ممكن العب في المكان ده يعني ادي فيه كويس، ودي تقريبا كانت السنه اللي يعني هي دي السنه اللي انا اديت بيها بشكل كويس مع الناشئين وجبت فيها اجوان كتير، والحمد لله يعني قبل ما اخلص الموسم معاهم على فتره مثلا شهر 11 كده كان جالي يعني طلبوني في الفريق الاول ان انا اطلع اتمرن معاهم. كان عندك كام سنه وقتها؟ ساعتها كان عندي 15، يعني 7 مارس ساعتها كان ابقى عندي 16 سنه. يبقى عندك 16 سنه، يعني تصعيدك 16 سنه. يعني لا تصعيدي تمارين، يعني لما اتمرنت كان وانا عندي 15 سنه. لحد بقى اول ماتش لعبته كان عندي ساعتها 16 سنه. مين اللي يعني رشحك عشان تكون موجود في ريلاب؟ هو ساعتها كان كابتن محمد رضوان هو اللي ماسك في الدرجه الاولى. وفريق 97 كان كابتن احمد حموده، فهي العلاقه كانت يعني جيده، في تواصل دايما، في تواصل دايما لو في لعيبه صغيره كويسه تطلع. يعني كان في دايما، هو في نادي المقاولين هي دي يعني هي دي السياسه، يعني النقطه المهمه دايما لعيب صغير. يعني احنا لحد دلوقتي برده معانا لعيبه صغيره كتيره، وفي لعيبه صغيره كتيره في المقاولين كويسين، يعني ان شاء الله ياخدوا الفرصه ويبقوا يعني لعيبه كبيره في يوم من الايام. بس ساعتها كابتن محمد رضوان هو اللي ماسك الدرجه الاولى، واول ما صعدت يعني اول تمرينه ليا من ساعتها وانا كملت مع الفريق الاول. تفتكر اول مباراه رسميه كان طبعاً كان قصاد النادي الاهلي؟ قصاد النادي الاهلي كسبنا 1-0. المقاولين كسبوا 1-0. كسبوا 1-0. فاكر المباراه دي كويس؟ شاركت فيها من الاول ولا لا؟ انا كنت اخر تغييره في الدقيقه 90، ما يعني ما جيت المس الكوره الحكم صفر. الحكم صفر بس اتحسبت انك انت. ده كان اول يعني ماتش رسمي، اول مباراه ليك قصاد النادي الاهلي. بالظبط. مين اللي اداك الفرصه بعد يعني كابتن رضوان، بعد كابتن محمد رضوان، مين برضو اللي اداك الفرصه بشكل اكبر في الفريق الاول؟ يعني مع كابتن محمد رضوان كانت الفرصه يعني اكتر ان انا اخد احتكاك الدرجه الاولى، تتمرن واخد الاجواء اكتر، يعني ما لعبتش فيها كتير. السنه اللي بعدها كان كابتن محمد رضوان بدا اول 3-4 ماتشات تقريبا، وساعتها مشي وجي كابتن حسن شحاته.
وطبعا كابتن حسن شحاته كان يعني طبعا من المدربين الكبار الاسماء يعني الكبيره في صغير وبتمرن مع كابتن حسن شحاته اللي هو يعني كسب 3 افريقيا فكان الموضوع يعني لا وكان ليه تجربه كمان ناجحه مع المقاولين العرب مع المقاولين زمان بالظبط فوجوده كان طبعا يعني حاجه يعني كبيره جدا بالنسبه لي يعني بس ففي الفتره دي برضو يعني اديت بشكل كويس فيها كان لعبت ماتشات اكتر شويه مع كابتن بدات اخد احتكاك اكتر وكده وفي الفتره دي كان جالي منتخب 93 الاولمبي مع كابتن حسام البدري ولعبت ماتشات وديه معاهم واديت بشكل كويس بس حصل ظروف خلتني ان انا ما كنتش متواجد معاهم في البطوله اللي لعبوها وبس بعديها جه كابتن محمد عوده جاي مسك فترة هي دي بقى أكتر فترة لعبت فيها مع بدأت كتنة. تشارك بقى بصفة بدأت أكبر بدأت أشارك بصفة أكبر وخلاص بقيت كان لعب كان عندك سنك وصل كام في الفترة دي؟ كان وصل على 18-19 سنة سن النضوج والقوة اكتملت والسرعة اكتملت فبدأت تاخد بشكل أكبر لعبت سنة تقريبا مع كابتن محمد عودة وبعديها انتقلت لنادي لوهافر في فرنسا إعارة سنة ولما خلصت الإعارة رجعت تاني على المقاولين كان لسه كابتن محمد عودة ماسك ولعبت برضو معاه فتره يعني طويله شويه وبس بعديها جه كابتن علاء نبيل مسك هو بقى كان طبعا كابتن علاء نبيل يعني من الناس اللي هي ادت فرصه للعيبه كتيره صغيره يعني مش انا بس يعني كان ساعتها في اكتر من لعيب صغير في الفرقه وهو ده كان الفكر اللي كابتن علاء نبيل كان عايز يعمله في نادي المقاولين ان يبقى في اكبر عدد من اللعيبه الصغيره عشان يعني يعرف يسوقهم بعد كده وحصل كذا لعيب مشي من نادي المقاولين راح انديه تانية في الدوري الممتاز وقدم بشكل كويس بس هو كان معايا انا كان طبعا يعني كان اب يعني كان فرق ان الكابتن علاء نبيل كان وقتها قبلها كان ماسك رئيس قطاع الناشئين طبعا فخلاص عينه على اللعيبه كلها اللي تحت عارف فبدا عايز يعمل جيل جديد للمجلس بالظبط هو دلوقتي ده النواه الموجوده دلوقتي في فريق المقاولين بالظبط هو عارف اللعيبه الصغيره الكويسه في النادي مين ومع زياده كمان اللعيبه اللي في الدرجه الاولى فقدر يعمل يعني توليفه كده حلوه ما بين اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيره ويعني احنا لما تلعبنا معاه في الدوري طبعا كابتن علاء نبيل يعني من الشخصيات المحترمه جدا والناس اللي انا بحبها جدا والناس يعني اللي ادتني فرصه كبيره جدا يعني هو كان مديني فرصه يعني مساحه كبيره جدا يعني دي ساعدتني بشكل كبير قوي يعني الكابتن علاء نبيل طبعا المدربين الكبار اللي لهم تاريخ كبير وصولات وجولات مع الكابتن الجوهري استفدت منه بشكل كبير طبعا يعني كابتن علاء نبيل يعني قبل ما الدوري يبدا قبل ما فتره الاعداد تبدا قعد معايا واتكلم معايا كذا مره بس بعد كده لما جت فتره الاعداد اديت بشكل كويس يعني كنت بتمرن بشكل كويس في فتره الاعداد واحنا كنا بنجهز يعني للدوري بشكل كويس ولما بدأنا الدوري برضو قدرت ان انا احرز مع اهداف واسيستات وكان ساعتها معانا احمد علي فكان في يعني كيمياء كويسه ما بيني وما بينه فقدرنا ان احنا يعني نساعد الفرقه ونساعد كابتن علاء في الفتره اللي يعني قعدها كانت صغيره شويه بس يعني معايا انا كانت يعني فرقت معايا جامد يعني. عايز اسالك عن تجربتك في نادي لوهافر الفرنسي بس قبل ما اسالك ونروح للتجربه دي في كلام مهم جدا من المدرب الكبير كابتن علاء نبيل عن ضيفنا النهاردة كابتن طاهر ونرجع أسأله عن تجربته في نادي لوهافر الفرنسي. بسم الله الرحمن الرحيم بقول طاهر ألف ألف مبروك انتقالك للنادي الأهلي وبقول للنادي الأهلي مبروك عليكم انتقال طاهر ليكم لأن فعلا أنتوا بتعرفوا تختاروا اللعيب الكويس اللي يفيد النادي طاهر لعيب عالي وانا اكتر مره اشدت بيه بادائه اتنقل لمدرسه تانية خالص تحت ضغط جماهيري تحت ضغط اعلامي لكن ان شاء الله عندي امل في ربنا كبير قوي اللي هو يكون على قد المسؤوليه انا لما توليت المسؤوليه لفرقه المقاولين العرب قعدت معاه في اول الموسم واتكلمت معاه في كل العيوب اللي كانت عنده كل المميزات اللي عنده وهو استجاب ليها بصراحه وعمل معايا فتره اعداد غير طبيعيه وعمل معايا الفتره اللي اشتغلت فيها يمكن اعتقد افتكر طاهر كان جايب جولين ثلاثه في خلال الثمان مباريات اللي انا كنت فيها بالرغم ان هو كان في مباراه طرد فيها ودي هقف عندها برضو بعدين ان شاء الله لكن يعني كان الفتره دي كان معايا متالق جدا واديته حريته واديته ثقه في نفسه جدا وبعد كده أنا مشيت وطاهر كمل الموسم وعايز أقول له إن هو
اتمنى ان هو ما يقعش في الغلط. في لعيبه كتيره راحت انديه كبيره في مصر وما قدروش يكملوا، هتعرض لضغوط جماهيريه واعلاميه كبيره جدا، بالذات اللي انت رايح مش صفقه مش سهله، صفقه مدفوعه فيها فلوس وفلوس كتيره، والناس مستنيه منك حاجات كتيره جدا، فلازم تتوقع اللي هيكون فيه نقد وهيكون فيه انتقادات. وبدون ذكر اسماء، في لعيبه في النادي الاهلي حتى الان برضو وقعوا في هذا الفخ، لكن الرياضات مش قادرين يقاوموا هذا الضغط ومقصرين على امكانياتهم، لكن امكانياتهم انا عارف اللي هي اعلى من كده، لكن حته الشخصيه هنا بقى بتبان. لابد من انك انت تتقبل كل انواع الانتقادات واي حاجه اعلاميه او اي انتقادات جماهيريه لازم تتقبلها، بالعكس لازم يبقى عندك الدافع ان انت تبقى احسن. وبعدين ده انا هديك مثال صغير بقى، ده رئيس النادي اللي انت رايح فيه النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، لما كنا بنلعب مع بعض كان في فترات كان بيحصل انتقادات لكابتن محمود الخطيب، لكن بقى هو كان من اللعيبه اللي كان لما كان ينتقد كان بينزل في الملعب بسم الله ما شاء الله، يعني كان بيبقى حاجه تانية خالص، وكانت الناس بترجع بقى بدل ما كان الانتقادات بترجع بجماهيريه اكبر. فهي ده هو ده لعيب الكوره، هو ده لعيب الكوره الشخصيه هنا بتبان. طاهر عندك، فاكر لما انا جيت قعدت معاك قلت لك عصبيتك في الملعب جايه من اندفاعك ومن حبك للفرقه ومن نجاح عايز تنجح، فبيأثر على عصبيتك شويه. ويمكن لو تفتكر انا كلمت الوالد مره وجي قعد معايا وقلت له لازم تساعدني في هذه النقطه، لازم طاهر يهدى شويه، فلازم لازم بقى هتقابل في الملعب وهتقابل بره الملعب ضغوط هائله جدا، لازم تبقى ريلاكس جدا، ولازم كل ما انت هتبقى ريلاكس كل ما هتبقى انت عارف الامور دي كلها ان شاء الله هتدي وهتدي اكتر. طاهر محمد طاهر عنده ميزه كويسه جدا لما انا كنت بشيد بيه كمدير فني، طاهر عنده القدره اللي هو اولا بيلعب في اي مركز من المراكز اللي تحت راس الحرب، ودي ميزه يعني بيلعب في الجنب اليمين في الجنب الشمال، وساعات كنت بخليه هنا وهنا بيهرب من الرقابه، وكان في كل مره كان بيأدي عند وتحت راس الحربه كورته كويسه. لكن الميزه الجميله اللي في طاهر اللي هو بيقدر ينقل الفرقه من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه في اسرع وقت. يمكن ده كان كنت بلاحظه لما كنت في الاستعداد التحليلي، كان رمضان صبحي كان بيقوم الدور ده، كان بينقل فرقه النادي الاهلي من نص ملعبها لنص ملعب الخصم في اسرع وقت، وكان دايما النادي الاهلي متواجد في نص ملعب الخصم بصفه مستمره بسبب رمضان صبحي. رمضان صبحي لما قعد الفتره بتاعت الاصابه بان اداء النادي الاهلي اختلف بخروج رمضان صبحي. فلما يبقى عندك اثنين ان شاء الله، طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي في بهذه الميزه، اعتقد تبقى دفعه هجوميه كويسه قوي وقوه هجوميه كويسه قوي للنادي الاهلي، بيعرف يجيب جول. وانا مش هنسى له الجول اللي جابه في اول مباراه لينا كانت مع الاتحاد في اسكندريه، من الماتشات اللي عملهم الاجوان الجميله اللي فعلا بتبين اللي هو لعيب عالي جدا. بتمنى له التوفيق في مهمته الجديده، وان شاء الله بتبقى خطوه ليه بقى لمنتخب مصر الاول، وان شاء الله ربنا يكرمه الاحتراف خارجي على مستوى عالي. وبتمنى النادي الاهلي التوفيق، وبشكر طبعا والده اللي هو كان مدخلني في كل صغيره وكبيره في موضوع انتقاله. تعليقك يا طاهر عن الكلام الحلو اللي قاله المدرب الكبير كابتن علاء نبيل عنك. لا طبعا يعني لو قعدت اشكره للصبح، يعني كابتن علاء نبيل من الشخصيات يعني الجميله جدا بره الكوره حتى يعني، فبشكره طبعا على الكلام الجميل ده، وان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه كده هو حتى يفتخر بيا ان شاء الله في يوم من الايام. كان تجربه مهمه، تجربه يعني اكيد اتعلمت منها واستفدت منها كتير، نادي الهافر الفرنسي الاحتراف في السن مبكر، المدرب وقتها كان المدرب الامريكي بوب برادلي، يعني كان سبق ليه ومرة منتخب مصر فعارف طبيعة اللعيب المصري. بالمناسبة كمان لما عرف انك انت انضميت لنادي الاهلي النهاردة ليه تصريح مهم جدا بيقول طاهر محمد طاهر من الصفقات ومن اللعيبة المهمة جدا، حظه الوحش ان هو طلع في سن مبكر، لكن في سن النضوج ده خامة مبشرة جدا، لاعب موهوب بينتظر مستقبل كبير. عايزين نتكلم عن التجربة دي واكتر الحاجات انت استفدت منها. طبعا هي جات لي في فتره يعني في الاول لما جالي العرض بتاع نادي الهافر كانت في وقت كويس ان انا كنت ماشي بشكل كويس فيها مع المقاولين، وفي نفس الوقت لما جالي العرض وعرفت ان بوب برادلي هو اللي ماسك نادي الهافر، دي كانت حاجه طبعا يعني ساعداني ان هو كان ماسك راجل كان ماسك مدرب منتخب مصر،
فكنت رايح يعني متحمس، وهو يعني كان زمان يعني لما انا رحت فتره معايشه قعدت اسبوع هو هناك شافني وعرفني اكتر ويعني تعامل معايا كذا مره وفي الملعب شاف ان انا لعيب كويس. فبرضه ده يعني الموضوع ما خدش يعني اول ما رجعت مصر على طول بعديها باسبوعين ثلاثه رجعت تاني فرنسا كنت بمضي العقود هناك بس. فانا عقبال ما الورق بتاعي يخلص في فرنسا خد وقت، لدرجه ان الوقت اول ما الورق خلص كان بوب برادلي مشي، كان جاله عرض في الدوري الانجليزي. فهي دي يعني المشكله اللي حصلت، يعني هو لما مشي هو يعني لما يكون المدرب هو اللي طالبك بالاسم هو اللي عايزك، فيعني دي بتبقى حاجه يعني خلاص انا ببقى عارف ان انا يعني هو راجل مقتنع بيا وان شاء الله يعني لما كانت الامور كانت هتمشي معايا ان انا خلاص ورقي كله. تغيير المدرب ده فرق معاك؟ تغيير المدرب ده فرق، وعبال ما يعني الموضوع تتأقلم مع مدرب جديد وكده، وهو يعني كان مدرب قديم في النادي فهو عارف اللعيبه اللي موجوده، فاي لعيب جديد كان لسه يعني كان في كذا لعيب جديد غيري، فدول كنا كلنا مجموعه كده خدنا وقت على ما نرجع ان احنا نحس ان احنا يعني ان شاء الله ممكن نلعب في يوم من الايام في النادي. بس حصل ظروف كده مش يعني مش كانتش كويسه ليا. بس اكيد طبعا طلعت من التجربه دي باستفاده كبيره. دي كانت ممكن تكون يعني اكتر وقت انا استفدت فيه في الكوره، دي كانت اهم تجربه في حياتي. نادي الهافر كان في فرنسا، وطاهر بيجيد اللغه الفرنسيه، خريج انا كنت في مدرسه اوازيس في المعادي، هي مدرسه فرنساوي. يعني من وانا صغير بكلم فرنساوي. يعني كنت شاطر في المدرسه يعني شويه ولا بتزوغ من فوق السور؟ مش من فوق السور بس كنت بزوغ يعني لو خلاص همشي بدري عشان عندي تمارين بزوغ من الباب عادي، يعني هم عارفين ان انا بتمرن ولازم امشي كوره برضه. هم كانوا مساعديني جامد في الموضوع ده يعني يعني في مدارس كتير الموضوع بيبقى صعب ان انت لو عندك حاجه تقدر يعني توزن الموضوع، بس لا يعني مدرستي الحمد لله هم كانوا يعني عارفين ان انا ان شاء الله في يوم من الايام هبقى حاجه يعني كويسه في الكوره، فيعني بشكرهم طبعا ان هم ساعدوني ان انا اقدر اوصل يعني في الوقت وانا صغير ده لما بيكون في لعيب بيلعب كوره هم مش فاهمين لسه، كان مش مستوعبين مش مستوعبين يعني تطلع تمارين عادي وبتيجي بس يعني الحمد لله لما كبرت ولما شافوني بلعب في المنتخب يعني دي كانت حاجه بسطهم جدا وانا يعني بشكرهم على كل الحاجات اللي عملوها لي يعني في ايام المدرسه. اللغه الفرنسيه طبعا يعني هتفرق معاك كمان في النادي الاهلي، معاك ريني فايلر بيتكلم كمان فرنساوي، اكيد اللغه يعني مهمه جدا. اكيد طبعا يعني وفي اكتر من لعيب حتى في النادي الاهلي بيتكلموا فرنساوي. هي بتبقى حاجه مهمه طبعا يعني اي لعيب لو عنده الحته دي بتفرق معاه جامد، يا اما اتعامل مع مدرب يا اما لو سافر تجربه بره بيكون عارف يعيش ازاي، فدي بتبقى حاجات كلها بتفرق طبعا. طب اول جمله هتقولها لريني فايلر بالفرنساوي اول ما هتقابله يعني مع اول تمرينه ليك في ملعب مختار التتش؟ والله لسه ما فكر يعني لسه لا ما انت لازم تقول لنا دلوقتي. والله لسه مش عارف يعني لازم تفكر. لسه مش عارف والله يعني في اكتر من كلمه ممكن اقولها له بس لسه مش عارف. طب قول لنا كلمتين ثلاثه بس يعني اول جمله هتقولها او اول كلمات هتقولها ريني فايلر في استقباله يعني في الاول وهو هيستقبلك في الاول. هو لو انا اول ما اشوف طبعا هقول له سليم مستر فايلر كومون سافا، يعني دي طبعا يعني حاجات تحيه يعني زي حضرتك وجو سوي كونتون دات خافك فو، ان انا فخور يعني انا مبسوط ان انا موجود معاكم. طب تقول لنا بقى انا طاهر محمد طاهر لاعب النادي الاهلي باللغه الفرنسيه. جو مابيل طاهر محمد جو سوي لو نوفو جوار دو اهلي كلوب. كده احنا تعاقدنا مع لاعب من فرنسا مش مصر. كابتن طاهر يعني عايزين نروح نتكلم في منطقه مهمه جدا، فتره المنتخب الاولمبي. انت يعني ما شاء الله من احد العناصر المهمه والركائز الاساسيه في منتخب الاولمبي من اول التجمعات، من اول كابتن شوقي غريب جمع المنتخب 97 وانت موجود، وقبليه كمان كان الكابتن معتمد جمال على ما اتذكر 97 وانت موجود في الجيل ده. طاهر حظ وحش شويه في كاس الامم اللي كانت موجوده في هنا في مصر 23 سنه. الحمد لله طبعا يعني الاصابه دي حاجه بتاعت ربنا، بتبقى يعني حضرتك مش يعني حضرتك لعيب كوره وعارف في وقت كده ممكن يكون اكتر وقت انت مركز فيه ومستني حاجه، لما تبقى مستني حاجه قوي زي ما انا كنت مستنيها كده الموضوع ممكن يحصل حاجات تخليك تبعد عنها، بس الحمد لله يعني انا كنت مبسوط جدا. كنت وصلت الفورمه حلوه وكنت موجود يعني اساسي في التيم يعني وقتها. كابتن شوقي كنت انا معايا دايما في المعسكرات كلها ومع يعني من اللعيبه اللي انا دايما خلاص يعني ثابت معاه وحاطط رجلي في الفرقه
بس يعني هي الاصابه دي كانت يعني مش في وقتها، بس الحمد لله يعني هم اللعيبه طبعا يعني الناس كلها شافت قدوا بطوله. يعني انا كنت مبسوط جدا لما كانوا بيجيبوا جون ويحتفلوا الاحتفال بتاعي، بس كان نفسي طبعا اكون معاهم في الملعب، بس هم انت قدوا. كنت حريص انك تفضل في المعسكر رغم الاصابه، كنت موجود متعايش معاهم كانك لاعب سليم وموجود في المعسكر. انا قلت للكابتن شاوي انا رحت له قلت له انا مش هبقى قادر يعني ان انا العب واكون موجود معاك، فشلني من القايمه وادي لعيب تاني فرصه ان يكون متواجد في القايمه، بس انا قاعد معاك انا مش همشي. هو ساعتها استجاب وقال لي خليك قاعد معانا. الكابتن شاوي غريب يعني، معامله نفسيه مع المنتخب، شفنا يعني اسره واحده، كان ظاهر في الملعب وكمان خارج الملعب. كابتن شاوي جميل يعني، كابتن شاوي انا قلت لحضرتك كابتن حسن يعني كان اب لينا، وكان يعني انا اظن هما الاثنين يعني نفس المدرسه، يعني هما بيحسسونا ان احنا عايشين مع بابانا بس في المعسكر. فلا كابتن شوقي بره الملعب يعني جميل جدا وسهل جدا ان انت لو في حاجه بيصاحب اللعيبه بسهوله جدا. وهو يعني مش بيخلينا يعني احنا بنبقى عايزين نقول له حاجه من غير ما نقولها له، هو بيكون وصلها يعني هو عاملها اصلا. فدي كلها حاجات يعني طبعا المعسكرات دي بتبقى فتره لازم نكون مركزين، ولازم نكون يعني مركزين للتمارين واللعب والماتشات وكل حاجه واقفين على نفسنا. بس هو بيبقى عامل ناحيه تانية يعني نفسيه شويه، اللي هو لا يعني اتبسط بوقتك ويعني احنا مركزين وكل حاجه، بس مفيش مانع اللي انت متعود عليه يعملوه. لو انت حابب تسمع مزيكا، لو انت حابب تقعد في الاوضه مع صاحبك متعودين على حاجه مثلا تلعبوا لعب مع بعض. هو كان معيشنا في اجواء يعني مريحه، يعني اللي هو احنا مش كانتش تمارين بس. فرق معاكوا كابتن شوقي برضو في الحته المعامله النفسيه دي، كاس الامم الكبار قبلها في موجوده في مصر حصل اخفاق، ناس زعلت جدا، بعدها كاس الامم تحت 23 في مصر، اكيد كان عليكم ضغط كبير. كابتن شوقي اتعامل مع النقطه دي ازاي؟ لا كابتن شوقي كان دايما يعني يتكلم معانا تقريبا مره عن الموضوع ده عشان ما نكونش حاجه شاغلين بالنا بيها. واحنا قبل حتى ما نلعب البطوله لعبنا جنوب افريقيا ماتش ودي وقدرنا ان احنا نكسبهم. فدي كانت حاجه معنويه لينا، اللي هو خلاص احنا الفرقه دي يعني لو قابلناها في البطوله يعني غير يعني هي او غيرها يعني هنكسب اي حد. خلاص احنا بنلعب على ارضنا وقابلتوها في قابلناها قبل النهائي وكسبناها ورحنا نهائي. فلا يعني هو كابتن شوقي كان مجهزنا 100%. عايزين نحكي بقى في الكواليس في المعسكر وانت موجود، وانت كمان يعني ما شاء الله انت شكلك هادي لكن في المعسكرات صاحب مقالب شويه يعني اللي يشوف موضوع الماسك ده لا يبقى طاير محمد طاير لا والله يعني. موضوع الماسك ده كان قبليها بيوم يعني عايزين الوش التاني ليله يعني ليله الماتش يعني احنا تاني يوم رايحين الاستاد. فانا قاعد في الاوضه عادي، احنا دايما بيبقى في مجموعه كده قاعدين مع بعض. فعادي انا جبت لهم فكره المره لما دخلنا على كابتن شوقي على المؤتمر الصحفي نفرح معاه وكده. وفكره برضو العلم بتاع اليابان، جبنا علم اليابان لما خلاص عرفنا ان احنا رايحين طوكيو. واخر حاجه بقى هي كانت بتاعه الماسك دي، كانت حاجه محدش يعني انت صاحب الفكره انا قلت لهم هم وافقوا. طب مين يعني انت ازاي في المعسكر طب لحقت تجيب الماسك منين؟ انا في المعسكر بس انا مش يعني انا مش في القايمه، فانا اللي هو يعني في حريه شويه لو عايز اطلع اجيب حاجه لو عايز. طب جبت الماسك منين وقتها؟ لميتهم بقى يعني اتعمل شويه مكالمات كده من صحابي. يعني مكالماتك انا ما عرفتش يعني انا ما اعرفش اصلا الماسكات دي ممكن تتجاب منين، بس عرفت ان انا اجيب العدد بتاع ال 21 لعيب بالظبط بما فيهم انا ومرعي اللي احنا الاثنين كنا بره القايمه. ما شاء الله يعني المنتخب الاولمبي وصل لاولمبياد طوكيو على مشارف تحقيق انجاز كبير. كابتن شوقي غريب برضه صاحب انجاز كبير في الكره المصريه في كاس العالم في الارجنتين والميداليه البرونزيه، برضه ما شاء الله معاه جيل من اللاعبين ما شاء الله سلوكيا فنيا على اعلى مستوى. طموح طاهر والجيل كله معايا، خاصة كمان إن شاء الله يكون ليك فرصة كمان كبيرة في التواجد في الأولمبياد، طموح الجيل ده إنه يحقق ميدالية لمصر خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ أكيد طبعًا، يعني زي ما حضرتك قلت الجيل ده فيه لعيبة كتير قوي مميزة يعني، وتقريبًا أكتر من 80% من الناس اللي موجودة في القوام الأساسي بتاع المنتخب يعني بيلعبوا في الدوري ممتاز مع فرقهم. وزي ما حضرتك قلت يعني احنا جيل متميز، بس احنا يعني كان طموحنا اعلى من كده بكتير. يعني احنا رحنا اولمبياد وكل حاجه، بس احنا من واحنا صغيرين مع بعض
وكملنا مع بعض لحد الاولمبياد. بس احنا كان في فتره هي دي برده فرقت معانا شويه، لو احنا كنا لعبنا كاس عالم مع كابتن معتمد دي يعني كانت برده دي اللي فرقت، دي حاجه هتفرق كانت معانا برده ان احنا نلعب كاس عالم. بس ان اتحاد الكره حافظ على الجيل ده، ما هي دي بيجني الثمار بعد كده. دي الفكره بقى ان حضرتك يعني لما حصل حاجه ما بوظتش الدنيا، لا فضلت بنفس الناس عشان هم كانوا عارفين ان احنا جيل متميز وقدرنا ان احنا نعمل حاجه. يعني احنا كنا فتره منتخب 97 دي لما يعني ما رحناش كاس عالم دي كانت مضايقانا جدا. واحنا من يوميها قلنا لا يعني اولمبياد دي احنا لازم يعني نكون هناك يعني عشان احنا مش اقل من اي فرقه لعبناها في بطوله زامبيا يعني. وان شاء الله انتوا يعني الجماهير المصريه كلها يعني عقد عليكم امال كبيره وانتوا قدها ان شاء الله. ترشح مين من الثلاثي اللي ينضم يكون موجود معاكم في اولمبياد طوكيو؟ لا والله دي يعني اتكلمنا فيها كتير قوي يعني دي رمضان حتى طلع قالها وقت البطوله يعني قال دي حاجه بتاعت كابتن شوقي غريب. واكيد طبعا يعني كلنا عارفين ان في لعيبه كبيره طبعا يعني لازم تبقى موجوده معانا، بس في الاول في الاخر كابتن شوقي هو لو صاحب الاختيار، صاحب الاختيار لو عايز يبقى معاه ثلاث لعيبه لو مش عايز يجيب ثلاث لعيبه دي حاجه يعني ترجع له هو يعني. اكيد هتكون سعيد لو محمد صلاح موجود معاك في البطوله دي. اكيد طبعا يعني كابتن محمد صلاح يعني رمز يعني رمز لمصر واحنا يعني بنبص له انه حاجه يعني فخر لينا كلنا، ف ان يكون معانا نجم زي ده قاعد معانا في المعسكر وبنتمرن معاه وبناكل معاه وبنلعب معاه فدي حاجه اكيد هتدينا دافع جامد جدا. بس برضو ارجع اقول لك ده في الاخر اختيار كابتن شوقي غريب يعني. بالنسبه يعني الناس دايما بتقول في المقاولين العرب طاهر خليفة محمد صلاح، ده كان بيحط عليك ضغوط ومسؤولية كبيرة من بدري ولا كنت بتحط ده قدامك هدف؟ لا ده كان بالظبط ده كان قدامي هدف ان انا ده حاجة يعني طالما الناس شايفاني كده وطالما يعني انا من قبل ما حتى يقولوا الكلام ده وانا ده هدفي ان انا ان شاء الله اوصل لحاجة كويسة زي كابتن محمد صلاح. بس انها تتقال بقى ان انا عشان برضه في نادي المقاولين هو كان في نادي المقاولين فدي طبعا حاجة يعني اي حد هيقولها خلاص في لعيب صغير طالع هيقولوا ان هو ده محمد صلاح الجديد. بس هي لما اتقالت عليا يعني ادتني دافع جامد جدا ان انا لا ان شاء الله في يوم من الايام هبقى في تواصل مع محمد صلاح يعني. لا هو الفتره الوحيده اللي يعني كان في تعامل وقت المعسكر بتاع ماتش تونس. ماتش تونس عايزين نتكلم طبعا عن ده اول مباراه دوليه لطاهر صح؟ كانت مع مستر اجيري وقتها. نزلت انت وشاركت في المباراه دي، كان انا وصلاح محسن ومحمد محمود. محمد محمود الثلاثي منتخب المنتخب الاولمبي. طبعا عايزين نتكلم عن اول مباراه واول مشاركه ليك يعني امام منتخب كبير منتخب تونسي ومنتخب مصر فاز 3-2. شاركت انت برضو في الهدف الثالث عملتها لصلاح محسن وعملها بالعرض لمحمد صلاح برضو. عايزين نتكلم عن يعني المنتخب الاول برضو طموحاتك مع المنتخب الاول. طبعا المنتخب الاول كان يعني حاجه ثانيه خالص بقى يعني لو منتخبات الناشئين كانت يعني فتره وتتراح وبتخلص المنتخب الاول ده حاجه يعني مكمله. فكان اول معسكر ليا طبعا لما رحت كان في يعني نجوم كتير جدا والاحساس نفسه يعني المعسكر نفسه مختلف من كل حاجه من نظام من تمارين من اعلام دايما متواجد، فكان كل دي حاجات انا كان اول مره يعني اعيشها. وطبعا الحاجه اللي انا كنت مستنيها ان يعني اقعد بس يعني مع كابتن محمد صلاح نتكلم كده اللي هو يعني ينقل لي خبرته يتكلم معايا في اي حاجه. دي كانت الحاجه طبعا يعني اي حد لعيب صغير هيبقى رايح هيبقى مستنيها. فحصلت بالظبط واحنا نازلين الماتش بتاع تونس كان لعيبه ال 11 الاساسيين نازلين يسخنوا والباقي نازلين يقعدوا عادي بقى نقعد نلعب كده مع بعض شويه لحد ما الماتش يبدا. فبس ساعتها كابتن محمد صلاح اتكلم معايا ويعني حتى هو قعد يتكلم معايا شويه في الاخر خالص رمالي حته انه انت ممكن تنزل وتلعب. دي كانت لسه نفسيا دي انا كنت لسه يعني مش داخله دماغي قوي ان انا من اول معسكر ممكن اخد الفرصه. قلت مثلا انا يعني اول معسكر ليا ممكن اكون متواجد بعد كده المعسكرات الثانيه اجي واشارك. بس لما قال لي كده قلت لا خلاص انا الماتش ده انا ان شاء الله هنزل العب وان شاء الله يعني هعمل حاجه يعني هفرق في حاجه في الماتش. والحمد لله خدت الفرصه يعني خدتها ممكن اكون خدتها 10 دقائق في وقت قليل لكن كنت مؤثر فيها بالظبط. فرق معاك انك انت من يعني من الصغر دايما موجود في المنتخبات منتخب 93 كنت متواجد منتخب 95 رحت منتخب 97 شاركت فيه بشكل كبير
منتخب اول موجود، فرق مع طاهر ان الفتره دي كلها خبرات دوليه بيكتسبها من المنتخبات؟ اكيد طبعا، يعني حتى من وانا صغير لما قلت لحضرتك انا رحت مع ال 96 في المقاولين، فمن وانا صغير متعود ان انا يعني بحتك بالسن الاكبر مني، فدي كلها حاجات يعني بتفرق مع اللعيب لما بيجي يكبر، كشخصيه كتعامل كفكر. يعني هو مثلا لو في حاجه عايز يوصلها للعيب الكبير مثلا ممكن يكون التعامل، لو واحد ما احتكش بكل ده ممكن يكون لسه طالع مكسوف مش عارف يتعامل ازاي وكده. بس لما اكون خدت التجربه يعني من اولها لاخرها زي ما بيقولوا، فلا يعني دي فرقت معايا طبعا. مين مثلك الاعلى في الكوره اللي انت بتحبه ونفسك توصل في يوم من الايام لي؟ يعني ممكن ما يكونش لاعب دلوقتي، ممكن لاعب سابق. يعني هو كان دايما بقول ديفيد بيكهام، يعني من اللعيبه اللي انا بحب لعبها ومن اللعيبه الناجحه يعني بعد الكوره لما يعني خلص كوره خلاص يعني ناجح في الشغل اللي هو بيعمله يعني. فده الاكتر حد انا واخده كرمز يعني. وفي مصر هنا اكيد يعني دلوقتي طبعا يعني كابتن محمد صلاح. يعني كابتن محمد صلاح اكيد طبعا. محمد صلاح طبعا يعني كمان يعني على سقف الطموح للعيبه كلها، حتى في 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 قطاعات الناشئين في الفريق الاول. فما شاء الله محمد صلاح انجازات كبيره، ودايما يعني الناس بتبص له نظره ان كل واحد نفسه يتمنى يوصل لمحمد صلاح. كابتن طاهر، عايز اعرف رايك في قرار الدوله، القرار المهم يعني باستئناف عوده النشاط مره اخرى. طبعا يعني كلاعب كوره كلنا كنا مستنيين القرار ده من بدري. يعني هو احنا كلاعيبه حسينا ان الموضوع يعني بيبعد شويه، اللي هو خلاص ما الدوري هيتلغي. يعني دي كانت تقريبا اطول فتره الواحد يعني يقعد فيها في البيت، يعني 3 شهور دي كتير قوي، وان انت ترجع بعد 3 شهور تتمرن تاني عشان تجهز تلعب دوري تاني بعد شهر. فدي كانت كلها يعني حاجات يعني احنا كنا خايفين منها، ان احنا لما نيجي نرجع يبقى الموضوع يعني صعب شويه في التمارين وكده. بس الحمد لله يعني الدنيا ماشيه كويس في النادي. بس لا طبعا يعني القرار يعني انا بايده جدا، عشان خلاص يعني الدنيا بره، يعني الدوريات كلها بره رجعت، وكله تم استئناف في ايطاليا في انجلترا وايطاليا يعني كانت من اكتر البلاد اللي منتشر فيها الوباء، منتشر فيها الفيروس. فيعني لما دي كانت تاني بلد بداوا الدوري، فهم يعني اكيد في اختلاف يعني ما بين بره وما بين مصر، بس احنا قدرنا ان احنا نعمل ده. فلو كان الموضوع كان جه من بدري كان هيبقى يعني الموضوع احسن اكيد شويه، عشان يعني كانش هيبقى في خسائر في الفرق كتير. بس الحمد لله يعني ان شاء الله يعني كل الفرق تجهز، ويعني الدوري لما يجي يرجع يعني يرجع بشكل كويس يعني. وانا بضم صوتي لصوتك ان دي من اهم القرارات اللي يعني اتخذتها الدوله بعوده النشاط مره اخرى، دي من القرارات المهمه. في فتره بقى التوقف يعني كان اليوم بتاعك ماشي ازاي؟ كنت بتعمل ايه؟ مواظب على التدريبات؟ كان في متابعه من نادي المقاولين وقتها؟ لا كان في الجهاز الفني يعني اول اسبوعين كده كانت الدنيا ما فيش لسه حاجه، مش عارفين اي حاجه. فكان كل واحد في بيته بيتمرن في بيته، عايش يعني كل واحد عايش مع نفسه يعني. بعد كده جت فكره ان احنا نعمل التمرين عن طريق الفيديو، فبقينا خلاص التمرين بقى ثابت اكنه تمرين عادي، بس في البيت كل واحد قدام الكاميرا بتاعته بنتمرن يعني. الفتره اللي جايه يعني انت خلاص وظبط التدريبات مع نادي المقاولين العرب، موجودين من اسبوعين. بالظبط. الفتره اللي جايه انت بتتمرن مع المقاولين العرب، عايز اعرف يعني اكتر علاقتك مع لعيبه المقاولين العرب. لا انا علاقتي مع اللعيبه كلها يعني انا بحب اللعيبه كلها، والحمد لله يعني اللعيبه كلها بتحبني، ويعني في علاقه قويه يعني بتجمعني ما بينهم. يعني اكيد طبعا اللعيبه كلها توحشني، ودي كانت احسن فتره ليا مع اللعيبه ومع النادي ومع الجهاز. ف اكيد طبعا هيبقى في كده حته من جوايا كده اللي هو لا يعني الناس دي هتوحشني كلها. بس هي دي الكورة يعني. الكورة طبعا يعني كل شوية بيبقى فيه تغيرات فيها، فدي من الحاجات اللي يعني تزعل شوية، بس القدام يعني الموضوع بيبقى أكيد مختلف يعني. وهم أكيد بيتمنوا لك الخير، ومعانا دلوقتي تقرير يعني من بعض لاعب المقاولين، كلام حلو جدا عن طاهر محمد طاهر زميلهم في الفريق.
ببارك لطاهر طبعا على انتقاله لنادي كبير بحجم النادي الاهلي. طاهر من اقرب الناس ليا ودايما بيستشرني في حاجات كتيره جدا، وانا اتكلمت في اكتر من برنامج قبل كده عن طاهر. طاهر من اللعيبه المميزه جدا، القصه مش قصه كوره بس، كمان الموضوع في البيت كمان فارق معاه بشكل كبير جدا. لعيب بيتكلم اكتر من اللغه، احترف قبل كده في فرنسا، كل ده هو عنده 23 سنه لسه، فاكتسب خبرات كتيره جدا. كان موجود ضمن المنتخب الاول قبل وصولنا لكاس العالم في روسيا، وكان من العناصر اللي كانت موجوده، واخر مباراه كان بيلعب فيها حظه سيء جدا انه اتصاب قبل السفر لروسيا، وبعد كده في المنتخب الاولمبي كان من الركائز الاساسيه لكن اصيب برضو، ده من حظه سيء. لكن كنت دايما بكلم مع طاهر، كان زعلان جدا في التوقيت ده، كنت بقول له ان دي خبرات هتكتسبها مع الوقت، مش انت مش هتفضل طول الوقت تلعب كوره بدون اصابات، فكويس ان هي بتجيلك في السن ده. فهو طبعا بيسمع كويس جدا. على الجانب بقى العملي بقى من اللعيبه الملتزمه جدا جدا في الملعب، يعني الموسم اللي كنا موجودين فيه مع الكابتن علاء نبيل والدكتور علاء شاكر عملنا فتره اعداد قويه جدا جدا جدا، حتى الكابتن عماد لما جالنا اشاد بيها كان كنت انا وطاهر رقم واحد ورقم اثنين في فتره الاعداد البدني. فطاهر انا متابعه طول الوقت حتى في فتره الاعداد في التمارين، من اللعيبه القليله جدا في مصر اللي التمرين بالنسبه له زي الماتش بالظبط، ودي حاجه مش هتلاقيها في لعيبه كتير، ان اللعيب بياخد التمرين زي الماتشات، مش هتلاقي لعيبه كتير كده. طاهر من النوعيه دي، كمان عنده مثقف جدا، لعيب بيلعب برجل اليمين ورجل الشمال، هيدرز كويس، بيلعب فورورد هاف رايت هاف ليفت، لعيب جوكر يقدر يلعب في اكتر من مركز. وفي ميزه كمان انا اعتقد من وجهه نظر الشخصيه عن بعض اللاعبين اللي بيلعبوا في مركزه في النادي الاهلي، انه عنده الحته الدفاعيه قويه جدا جدا جدا، ودي هتميزه وهتفرق معاه بشكل كبير جدا. ثانيا التوقيت اللي فيه مشاكل رمضان صبحي وحسين الشحات برده لسه شويه على ما يرجع، كهربا مشكلته، فاعتقد ان طاهر هتبقى عنده فرصه قويه جدا. لازم كل كلامنا معاه دلوقتي ان انت لازم، حتى كابتن عماد كان بيتكلم معاه النهارده في الملعب، ان النادي الاهلي غير النادي الاهلي، الامور مختلفه تماما، النادي الاهلي ضغوطات اكتر، جمهور، لازم تركز بشكل كويس جدا في شغلك وفي الملعب، ما تشغلش بالك، ما تقراش كتير الناس بتقول عنك ايه، خلي الناس تقول انت بتشتغل ازاي. فده اعتقد ان هو بالعقليه دي وبالمنتاليتي اللي بيسمع للناس الاكبر منه، الناس اللي اكتسبت خبرات قبله، اعتقد ده هيفيده بشكل كبير جدا في مسيرته مع النادي الاهلي باذن الله. كويس، او ان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله، نادي بطولات. وطاهر يستحق بصراحه، لانه بقاله كم موسم شغال كويس، يعتبر احسن لاعب صاعد في مصر، اكتر اول واحد صاعد في مصر يعني من الناشئين، وبسم الله ما شاء الله فاتت معيشه بره وعمل انجازات مع المقاولين يعني، وهو شايل الفرقه بصراحه، ياثر معانا جامد يعني بصراحه، لعيب جامد ومتكامل وعنده كل المميزات اللي يتأهله يعني، اللي هو اللاعب لنادي الاهلي ويحترف بره كمان يعني. طار بيلعب في اي مكان، تحطه هنا تحطه يمين شمال بيلعب، تحطه تسعة يلعب في مهاجم يلعب، فيفرق معهم جامد يعني، بيلعب في اي مركز يعني، فلعيب جوكر بمعنى صح يعني، فتحتاجه في اي مركز هتلاقيه ان شاء الله يعني. بقول ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله، النادي الاهلي نادي بطولات، وان شاء الله تحقق بطولات كتير، والتزم زي ما انت ملتزم كده وامشي زي ما انت ماشي، ان شاء الله ربنا يكرمك وتحقق اللي انت عايزه ان شاء الله. بقول له طاهر طبعا مبروك، لعب كويس، إضافة طبعا. طاهر استنى كتير على موضوع الاحتراف، وربنا ما وفقش طبعا الإصابة، والحظ ما كانش معاه، جه قبل البطولة وتعور، وأكيد يعني النادي الأهلي إضافة لأي لعيب، وبرضه يبقى إضافة كبيرة للنادي الأهلي في ظل يعني مش عارفين رمضان هيكمل مع النادي الأهلي ولا موضوع يبقى إيه مع النادي، بس أنا أظن طاهر يبقى إضافة كبيرة، وهو عقلية وشخصية النادي الأهلي جدا يعني، وهو لعيب محترم جدا يعني. شخصية طاهر كلاعب هو ملتزم كعقلية، كاحترف بدري، واحترف تقريبا أول لاعب احترف 97 في مصر كان طاهر، ورجع هنا على النادي، فواخد العقلية بتاعت بره أكتر، لأنه احتك كتير بره، كشخصية عارف اللي ليه وعارف اللي عليه كويس قوي، وهو كفكر يعني مختلف تماما عن فكر كلاعب مصري يعني، يعني كفكر حتى ما تتكلم معاه كعقليه، كتشوفه اسلوبه في الملعب، اسلوبه في التمرين، مش معظم اللعيبه تتمرن زي ما تلعب. طاهر انا بشوفه عن يعني وجهه نظري لعيب متكامل يعني، اهم مميزاته يعني هو يعني طاهر يعني، ربنا يعني يكرمه، بس طاهر يعني شخصيه عصبيه، اتمنى يكون ما يكونش اسلوبه كده في النادي عشان ما يعملش مشاكل، ولازم يفهم كويس قوي ان النادي الاهلي طبعا مختلف تماما عن هنا، النادي الاهلي ليه قواعد وليه ضوابط ما ينفعش حد يعديها،
بس يعني اتمنى له يكون اهدى من كده شويه، ان هو عنده عصبيه زايده في الملعب يعني. بره من الاهداف طبعا هدف في بتروجيت لما من نص الملعب رقص وحطها بشماله في المواصف كابتن محمد قبل ما يجي النادي الاهلي. ده طبعا كان لسه تقريبا ثالث ماتش او رابع ماتش لطاهر في الدوري، ومن ساعتها يعني ربنا كرمه واحترف وكمل ورجع النادي تاني. بتمنى له التوفيق طبعا، اقول له يعني وحشني جدا في الملعب وافتقده جدا يعني في الفرقه وفي اوضه اللبس، وهو عارف يعني عزته عندي ازاي. بنشكر طبعا يعني لاعبي النادي المقاولين العرب على كلامهم الحلو عن زميلهم كابتن طاهر. كابتن طاهر، الفتره اللي جايه بقى يعني بعد اسابيع قليله هتكون موجود في النادي الاهلي، طموحاتك واحلامك خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي؟ لا اكيد طبعا، يعني احلامي هتختلف تماما. يعني انا دلوقتي طبعا داخل على مرحله جديده، على يعني على تجربة جديدة وكبيرة كمان. يعني نادي الأهلي مش نادي صغير، نادي الأهلي ده من أكبر الأندية في العالم، فمركز بشكل كويس إن أنا أعمل حاجة مع النادي الأهلي. طبعا محليا يعني مش هنحتاج نتكلم، بطولة الدوري دي حاجة يعني لا غنى عنها، وفي نفس الوقت برضو بطولة أفريقيا. يعني أنا بالنسبة لي حلم إن أنا ألعب في بطولة أفريقيا، دي حاجة ما كنتش متعود عليها. يعني مقاولين برضو ما كانتش فيه احتكاكات البطولات الكتيره زي افريقيا السوبر، وكل دي بطولات انا يعني جاي عشان اخدها مع الاهلي. يعني نفسك تروح كاس عالم الانديه مع النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، يعني دي من الحاجات اللي اكيد نفسي اروحها الاساسيه. يعني طبعا. طيب عايزين نتعرف اكتر عن الحياه الاسريه بقى، يعني طاهر محمد طاهر الحياه الاسريه، عايزين نقرب منك. انت مرتبط ولا لا؟ مش مرتبط لسه. مرتبط مع الاهلي ان شاء الله، يبقى وش النادي الاهلي حلو عليك وترتبط قريب. عايزين نعرف اكتر كواليسك جوه البيت بقى. انا يعني في البيت هادي جدا، زي يعني زي ما حضرتك شايفني دلوقتي هادي. وانا بطبيعتي بحب دايما قاعد في اوضتي، يعني يوم كده ممكن اقضيه مع العيله كده مثلا، لو متعودين ان احنا نروح نتغدى مع بعض وكده، بس غير كده انا يعني هادي جدا في البيت. يعني بتدخل المطبخ ولا ما بتدخلش المطبخ؟ كنت بدخل، يعني كنت متعود وانا في فرنسا طبعا عايش لوحدي، يعني عايش على هي سلطه وفطار الصبح كده اعمله وبس كده. كنت شفت اختك؟ لا يعني هي شاطره في المطبخ يعني، وممكن تعلمني كام حاجه كده، بس هي برده مش شاطره قوي يعني. هي زي يعني بس احسن يعني. انتوا بتتعلموا بعض؟ بنعلم بعض، بنكمل بعض يعني. جوزها اهلاوي يعني، اول ما جينا وبنسجل معاك اهلاوي صميم. يعني لو ما فيش هزار معايا يعني، تيجي الاهلي عادي جدا. ممكن يتجنن علينا عليها عادي جدا. اسمه ايه بقى؟ اسمه طارق. طارق. طارق ما شاء الله، اول ما دخلنا البيت يعني كل مباريات الاهلي موجود في الاستاد، يعني بحب الاهلي بجنون، فما شاء الله العيله كلها اهلاويه. بس هو معدينا يعني، هو معدينا يعني، هو يسافر بقى ورا الاهلي في اي حته. فرح طاهر، اخت طاهر الكبيره. انا مبسوطه قوي قوي ان انا شايفه اخويا بيلعب في النادي الاهلي، ويعني مبسوطه قوي ان انا شايفاه بالتيشيرت الحمراء. ده حلم كان عندنا كلنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبقى يعني بدايه موفقه ليه ان شاء الله، ويبقى عند حسن ظن كل الجماهير بتاعه النادي الاهلي. طاهر عامه في البيت بني ادم هادي، ما تسمعلوش صوت، يعني ممكن تقول طاهر فين وتلاقيه قاعد في اوضته وانت بقالك 3 ساعات بتدور عليه، بس من كتر ما هو ما مش هيطلب منك حاجه، مش هتسمع له صوت كتير قوي، ف مش بحس بيه كتير في البيت. هو ما بين البيت يا التمرين، بنزل ارزل عليه كده لما بينزل يقعد يعمل حاجه في المطبخ، عشان طبعا هو كان قاعد لوحده فقعد يعمل شويه اختراعات كده وهو هناك لوحده. بس عامه هو بني ادم في الطبيعي ما بتسمعلوش صوت. يعني انا اسمي طارق البسيوني، انا جوز فرح، والحقيقه جوازنا ليه قصه مضحكه جدا. انا اول مره اقابل حماية، اول سؤال اتسالته انت اهلاوي ولا زملكاوي، فده يدل على قد ايه احنا اهلاويين في العيله.
وانا مبسوط جدا ان طاهر الحمد لله حقق حلم من احلامه وانضم للنادي الاهلي، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الجماهير كلها، ودي ان شاء الله تبقى بدايه ليه لمستقبل مشرق. انا كنت هزعل منك قوي لو ما طلعتش اهلاوي عشان بابي كانش هيرحمك، والحمد لله مش هنبقى بنتفرج على ماتش المقاولين والاهلي تاني وتقول لي لو اخوك جاب جون يعني بلاش اقول يعني بيهددني. اللي بيلعب للمقاولين طبعا اكيد مقاولين نادي كبير، بس دلوقتي طاهر في النادي الاهلي يعتبر اعظم نادي في افريقيا، وان شاء الله هنشوف بقى منه الاجوان في بقيه الفرق كلها اللي في الدوري ان شاء الله. انا كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله طاهر يحقق كل اللي النادي الاهلي مستنيه منه وياخد معاهم بطولات لانه بيلعب في نادي القرن، وان شاء الله يكون عند حسن ظنكم جميعا. عايزين نتكلم عن الاب والام، مين اللي كان بيشجعك اكتر زمان وانت صغير في تدريباتك في مبارياتك اللي بنظم لك حياتك معسكراتك؟ لا في الحته دي يعني الاثنين طبعا يعني بابايا ومامتي، بس اكيد بابايا كان ليه دور اكبر شويه انه بيبقى معايا دايما في الماتشات في التمارين، فلا يعني هما الاثنين تعبوا معايا اكيد طبعا يعني مامتي من ناحيه مع المدرسه وكده، وبابايا من ناحيه تانية بقى في الكوره والمعسكرات وكده، فلا هما الاثنين تعبوا يعني تعبوا جامد يعني، بس اكيد طبعا بابايا كان التعب زياده شويه. كان ممكن يوجه لك نقد مثلا بعد اي مباراه، والدك ممكن يقول لك لا انت الكرة دي كنت مفروض تعملها كذا لا دايما بعد دايما اي ماتش بيتكلم معاك في النقط دي دايما يعني حتى لو حاجه انا مش مقتنع بيها بس يعني كنت بسمع له، يعني هو بيبقى شايف حاجه انا ممكن مش شايفها برضه يعني اللي بيبقى قاعد بيتفرج غير اللي بيبقى موجود في الملعب يعني. اولا بمسي على جمهور النادي الاهلي العظيم، وشرف لي ان انا اكون على قناه النادي الاهلي، وشرف لي ان انا بستضيف النهارده الكروب بتاع البرنامج والكابتن اسامه حسني. طبعا كان ليا دور كبير قوي مع طاهر في تشجيعه على حبه لكره القدم وممارسته لكره القدم، ويمكن ابتدينا القصه دي انا وهو من بدري قوي، يمكن من قبل ما يكون عنده 4 سنين كنا بنبتدي زي اي اب بيلعب مع ابنه كوره سواء كان في النادي او في جوه البيت احيانا، ودي كانت بتعمل لنا ازمه يمكن شويه مع والدته، لان طبعا كان الماتش بينتهي ان يبقى فيه خسائر جوه البيت، فطبعا كانت صفارة الحكم يعني تنهي الماتش اول ما يبقى فيه حاجه تتكسر، نعرف انا وهو ان الماتش خلص وان الماتش اللي احنا بنلعبه جوه البيت خلاص يعني ما بقاش يعني بينتهي بصفارة الحكم. فالحمد لله يعني كنت انا من اول يعني بداياته الاولى كنت مهتم جدا بالكوره وعايزه يلعب كره قدم، وشجعته على كده من خلال ان في سن صغير وديته اكاديميه كره قدم، وكان المسؤول عن الاكاديميه شخصيه محترمه جدا، هو طبعا ابن النادي الاهلي الكابتن عمرو ابو المجد، وكان عامل اكاديميه في نادي الجزيره وكانت اكاديميه محترمه جدا. واي نعم كان في الفتره دي كان طاهر برده مش يعني طفل عنده 4 سنين ما يبانش التالنت بتاعه، يعني هو كان مجرد يشوط الكوره ويطلع يجري وراها في خط مستقيم، ما كانتش لسه ابتدت تظهر اي يعني تالنتس عنده في موضوع الكوره. يمكن مع الوقت شويه ومع الممارسه في الاكاديميه تحولنا بعد كده في فتره تانية ان احنا ابتدينا نروح اكاديميه بتاعت كابتن ايمن يونس في المعادي، كانت في المركز الاولمبي، وكان اكاديميه محترمه جدا برضو، يمكن استفدنا فيها الفتره دي استفدنا فيها طاهر استفاد فيها كويس قوي من ناحيه الفنيات، الى ان بقى يعني كان جاري في المعادي المرحوم سيد السقا الله يرحمه، وكان سيد السقا يعني نظرته كان له عين فاحصه، كان حتى له كلمه شهيره يقول لك انا اعرف لعيب الكوره من مشيته من رفعه الشراب بتاعه، فكان له دور كبير جدا مع طاهر دي حقيقه. هو كان صاحب الفضل ان احنا كان اول مره نروح نختبر في نادي، وهو نادي المقاولين من خلال الكابتن العظيم كابتن رفعت رجب ريعو، كان هو المسؤول عن قطاع الناشئين اياميها، وكان يعني هو اول من استقبلنا جوه نادي المقاولين. وخلال بقى الفتره من طار لما التحق بنادي المقاولين كان كابتن رفعت رجب ريعو له دور يعني هام جدا ودور مؤثر جدا في كل اللي احنا وصلنا له في كره القدم. بالنسبه للصوره اللي هي فيها طاهر وهو صغير كان عنده حوالي تقريبا 10 سنين وكانت في النادي الاهلي مدينه نصر مع الكابتن العظيم محمود الخطيب،
دي كانت خلال دورة مجمعة البراعم، وكانت بتتلعب كلها على ملاعب النادي الأهلي. فأنا فاكر في اليوم دوت كنا بعد ما خلصنا الماتش الفريق بتاع النادي المقاولين، وخلصنا وإحنا ماشيين في الممر الباساج اللي هو بيودي للباب الخروج، فبالصدفة لقينا الكابتن محمود الخطيب واقف، كان يعني أيامي أعتقد كان عضو مجلس إدارة في النادي، وكان جاي يشرف على يعني بحكم طبيعة شغله طبعا. فالولاد أول ما شافوه طلعوا يجروا عليه لعيبة المقاولين كلهم، وكانوا عايزين يتصوروا معاه، والصورة دي تحديدا أنا اللي مصورها، يعني لما الولاد وقفوا معاه أنا اللي صورت الصورة دي. بالنسبة للأهلي في حياتي، وطبعا إحنا أسرة كلها أهلوية أبا عن جد، أعضاء في النادي الأهلي يعني من وأنا يمكن من يوم مولدي، يعني أن والدي عضو في النادي من زمان. تشجيع للنادي ابتدى بدري قوي من أيام ما كنا في المدرسة أنا وصحابي، يعني وصحابي الحمد لله كلهم كانوا أهلوية يعني، فكنا بنروح الاستاد على طول نحضر كل الماتشات أيام الفترة بالذات اللي هي كانت بطولات أفريقيا وبداية بطولات أفريقيا، الأهلي وكوتوكو في استاد القاهرة النهائي 3-0 كنت موجود، كل الماتشات الأفريقية دراجونز بطل بنين 4-0 تقريبا أعتقد كانت النتيجة، كابتن محمود الخطيب يمكن جاب جون لا أنساه يعني اللي هو كان بالكعب، وفي ماتش تاني كان ديناموز هراري وأسك أبيجان، فلا يعني كان على طول الاستاد والوقوف ورا النادي الأهلي ده كان طبعا وأنا في شبابي كان شيء أساسي. وبعد كده يمكن أنا افتكر برضو كان أول مرة أخد طاهر الاستاد كان نهائي أفريقيا سنة 2001، كان فريق سان داونز، وافتكر الماتش خلص 3-0، ولو انا مش غلطان كان كابتن برضو خالد بيبو كان هو الهاتريك في الماتش دوت وجاب التلات اجوان، لو يعني لو الذاكره ما تخنيش يعني. وكان طاهر عنده 4 سنين في الماتش دوت، وكان الاستاد شبه متقفل، فطبعا كان يصعب عليا ان انا اخده وامشيه جنبي واحنا داخلين الاستاد او احنا في المدرجات او احنا خارجين. فكان من ساعه ما دخلنا الاستاد لغايه لما خرجنا من الاستاد وطول الماتش انا كنت شايله على ايدي علشان يبقى بعيد عن النفس، يعني يبقى يعني النفس ما يضايقوش ويبقى شايف الماتش. واعتقد ان هو ساعتها كان متفاعل جدا مع الماتش، مع انه ما كانش يمكن قد يكون مش فاهم هو فين وبيعمل ايه، بس اعتقد يعني كان لما كان بيجي الجون والناس الجماهير طبعا يعني في الاحتفالات بالثلاث اجوان كان بيتفاعل معهم تفاعل غير طبيعي. بشكر جمهور الاهلي العظيم، ويعني اتمنى يكون طاهر الفتره الجايه امتداد للأجيال العظيمة بتاعت النادي الأهلي ويشارك في جميع البطولات وحصد كل البطولات اللي النادي الأهلي متعود عليها دايما. هواياتك ايه في البيت غير الكورة؟ لا انا معظم الوقت ببقى قاعد مع اصحابي دايما قاعدين بنتفرج على ماتشات على بلاي ستيشن، يعني هي بتبقى حاجات كلها يعني اي ولد بيعملها، يعني بلاي ستيشن ماتشات قاعد في البيت وبس كده. بتشجع مين بقى من الأندية في اوروبا؟ والله انا كان في فتره بشجع باريس سان جيرمان، بس يعني الموضوع بقى هادي، انا بتفرج عادي على الكوره وبستمتع بقى لو ماتشات حلوه استمتع، يعني مش هعصب نفسي مش هركز مع فرقه واتعصب بقى طب بتنحاز لمين، ميسي ولا رونالدو؟ لا انا رونالدو. رونالدو ريال مدريد ولا برشلونه؟ برشلونه. برشلونه يعني عكس بعض بس يعني برشلونه. شفت الدوري ازاي السنه اللي فاتت، خاصه النادي الاهلي كان بعيد وجي من بعيد وخد الدوري؟ دي طبعا يعني ما كانتش مفاجاه ولا حاجه، يعني احنا كنا عارفين ان الاهلي عنده مؤجلات كتيره جدا والماتشات دي كانت كلها يعني احنا متابعينها في النادي، يعني اغلبيه الماتشات ببقى في النادي متابعها بتاعه الاهلي بالذات بتاعه السنه اللي فاتت فلا يعني كنا عارفين ان المؤجلات دي يعني بالنسبه للاهلي هيحسمها يعني. البيت هنا يعني شكله ازاي في مباريات اهلي وزمالك، خاصه هنا كمان انت بتقول البيت كله اهلاوي يعني شكل زمان كنا يعني ماتشات زمان في البيت كانت اللي هو بنقعد كلنا نتفرج على ماتشات الاهلي مع بعض، بس لما كبرت كان يعني الموضوع مختلف شويه، الموضوع بقى يعني والدي يقعد لوحده وجوز اختي يقعد لوحده فانا معظم الوقت ببقى بتفرج على الماتشات دي مع اصحابي بس هي يعني هي نفس الحاجه، يعني اصحابي لما الاهلي يخسر مثلا يعني لا خلاص كل واحد هيروح، يعني كل واحد روح ما حدش بيتكلم التاني، فهي نفس الاجواء في البيت بقى، يعني الموضوع بيبقى مش لذيذ، اللي هو هياخد يومين على ما الدنيا تفك تاني الدنيا تفك تاني
رسالة منك، يعني رسالة أخيرة في نهاية حوارنا، رسالة منك لجمهور النادي الأهلي. لا طبعاً جمهور الأهلي يعني جمهور عظيم وكبير جداً، وأنا بشكرهم على الدعم في الفترة الأخيرة والحب اللي ظهر في الفترة الأخيرة، وأنا إن شاء الله بوعدهم يعني إن أنا هعمل حاجة كويسة، ونادي الأهلي نادي كبير، وأنا يعني إن شاء الله أكون إضافة كويسة ليكم، ومتحمس إن أنا ألبس أول ماتش يعني أول تيشيرت ليا في الماتشات الرسمية، وإن شاء الله ناخد كل البطولات يعني. إحنا استمتعنا بالحوار معاك، تيشيرت النادي الأهلي اللي أنت لابسه ده مسؤولية كبيرة، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق خلال الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي، وتقدر تسطر تاريخ كبير ليك وللنادي الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله. في نهاية حوارنا النهاردة بشكر ضيفي كابتن طاهر محمد طاهر نجم الأهلي الجديد، اللي بيتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، يعني ما شاء الله شخصية تقدر إن شاء الله يكون موجود جوه النادي الأهلي ويقدر يضيف بطولات، شخصية فعلا شخصية النادي الأهلي، لعيب موهوب سلوكيات على أعلى مستوى إن شاء الله، يعني زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه، لعيب هادي، لعيب متزن، لعيب سلوكياته ممتازة، إن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق ويكون إضافة قوية للنادي الأهلي إن شاء الله، ويسطر تاريخ كبير هو وزملائه خلال الفترة الجاية. بشكر المرة الثانية ضيفي كابتن طاهر محمد طاهر، بنتمنى له كل التوفيق، نسر الأهلي الجديد، ونشوفكم إن شاء الله قريبا في حوار خاص مع نجم آخر.